السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معكم دشان حسن دشان، وجمعتنا في حلقه جديده من حلقات تربيه سكه فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهارده هي الحلقه رقم 78 بدايه من فارما تيوب، الحلقه رقم 1 بدايه من شابتر كيمو ثيرابي. النهارده يا جماعه هنبدا مع بعض شابتر جديد، وهو شابتر الكيمو ثيرابي. بيعتبر من الشباتر المهمه جدا في علم الفارماكولوجي. بنتكلم فيه بيزك فارماكولوجي عن مجموعات دوائيه مهمه جدا جدا، وان شاء الله هيبقى في جانب من الفارماكوثيرابي ان احنا هنتكلم فيه على بعض الاجزاء من الفارماكوثيرابي. عايز بس اوضح لكم ان الشابتر ده هينقسم معايا الى قسمين. اول قسم هو الانتي مايكروبيال ايجنتس، يعني الادويه المضاده للميكروبات زي الانتي بايوتكس والانتي فانجل والانتي فايرال والانتي بارازيتك، وده شابتر يعني من الشباتر الكبيره. الجزء الثاني وهو الكانسر كيموثيرابي، اللي هي الادويه بتاعه الكانسر. الشابتر ده من الحاجات ما هياش زي الكلينيكال اللي احنا شفناها في السي ان اس، بنشوف امراض وبعدين نتكلم عليها وبعدين نتكلم على الجايد لاينز وبعدين، لا احنا هنتكلم في الشابتر ده عن فارماكولوجي كبيزك فارماكولوجي بشكل كبير، ان احنا هنتكلم على المجموعات الدوائيه. وفي جزء كده فارماكوثيرابي اللي هو الانفكشوس ديزيزز، يعني هنجيب بعض الانفكشوس ديزيزز ونقول الريكومنديشنز بتاعتها، ولكن بعد طبعا ما ندرس الانتي بايوتكس والانتي الانتي ميكروبيال كلها، يعني بعد ما ندرس الانتي ميكروبيال الكلها. فده شابتر من الشابات المهمه، بيحتوي على مجموعات دوائيه كبيره ومجموعات دوائيه مهمه، فبالتالي ده من الشابات الرئيسيه في علم الفارماكولوجي. حلقه النهارده ترتيبها في فارما تيوب حلقه رقم 78. طبعا انا بعتذر لكم على الانقطاع لفتره كبيره ما بين لما خلصنا مع بعض الحلقه رقم 77 وانتهينا بشابتر ريسبيراتوري، انقطعنا عن بعض كده فتره كبيره، ولكن كان اسباب في اسباب شخصيه بالنسبه لي تعرضت لها. والحاجه الثانيه ان احنا اشتغلنا في كتاب للخريجين اسمه فارما جايد بري وورك، فارما جايد بري وورك اشتغلنا فيه وخلصناه، وحاليا هو في المطبعه وخلال ايام قليله جدا هينزل في الاسواق، وده موجه للخريجين فقط بهدف واحد بس، وهو ان هو يسهل لهم سرعه انخراطهم في العمل الدوائي. يعني الخريج لما يتخرج مع الكتاب ده في خلال 45 يوم من المذاكره هيسهل له الوقت اللي هو ينخرط فيه في شغل الصيدليه، ان هو يبقى يشغل في الصيدليه. الكتاب بيحتوي على الكلاسز بتاعه الادويه، طبعا شغل كله من الشغل الاصدار الجديد، المجموعات الدوائيه كلها، البيشنت كاونسلنج، كل الشغل بتاع المجموعات الدوائيه ده موجود، ده الكتاب. اما الكلينيكال فارماكوثيرابي طبعا مش موجود في الكتاب، لان الكتاب هدفه ان هو يرصد المجموعات الدوائيه بشكل سريع، الدوزز اليوزز سواء كان ابروفد او ليبل، سايد افكتس، دراج انتر اكشنز، البيشنت كاونسلنج، ده كله بيرصده بشكل سريع في خلال 45 يوم بجدول مذاكره موجود في الكتاب. انت في خلال 45 يوم تقدر ان انت تندرج من الحياه العلم الاكاديمي اللي انت كنت بتدرسه الى العلم التجاري، لان الكتاب بيحتوي على براندات وشغل تجاري. ده بالنسبه لي فارما جايد بري وورك، ده احد الكتب المحضر ليها، اللي بنحضر ليها في سلسله كتب فارما جايد ان شاء الله لما نخلص الشغل بتاعنا كله الاصدار الجديد، وده كان اول حاجه ينزل معانا من الشغل الجديد. عشان ما نطولش عليكم في حلقتنا النهارده، حلقتنا النهارده يا جماعه حلقه بسيطه جدا. يعني ايه بسيطه؟ يعني تركز فيها، لانها لو فهمتها كويس قوي هتقدر تفهم الحاجات اللي جايه ان شاء الله بكل سهوله. هي حلقه انترودكشن، هنتكلم فيها انترودكشن عن الانتي مايكروبيال ايجنتس، يعني هنتكلم انترودكشن. واحنا هنا بنتكلم انتي مايكروبيال، مايكروب يعني دي مايكروبات، يعني انا محتاج دلوقتي علم المايكروبيولوجي. وزي ما اتفقنا في فارما تيوب، اذا احتجت اي معلومات من علوم اخرى سهل جدا، لان احنا في كليه الصيدله دارسين الكلام ده كله، فسهل جدا ان احنا نسترجع بعض معلوماتنا في العلم ده علشان يسهل لنا موضوع دراستنا. ودي كان اول حاجه عملتها في شرح الانتي بايوتكس في الموسم اللي فات، كان اول حد يدمج علم المايكروبيولوجي بالفارماكولوجي في اول حلقه من الانتي بايوتكس عشان يسهل على الموضوع ده. وده كان اول حاجه عملناها يعني، وهنبدا ان احنا ان شاء الله النهارده في الموسم الجديد هنعملها، ولكن بطرق افضل وتوسع اكتر، وده اللي بنعمله في الموسم الجديد. يبقى حلقتنا النهارده هي انترودكشن عن الانتي مايكروبيال ايجنتس، جزء منه هنشرح فيه الهيستوري بتاعت الادويه دي، والجزء الثاني هنشرح فيه المايكروبيولوجي، علم المايكروبيولوجي هناخد فيه بعض المعلومات كده، وبعدين نخش شويه في شويه حاجات كده هنقولها، ودي كلها حاجات مهمه هتفيدني في الحلقه اللي جايه ان شاء الله لما ندخل وندرس اول مجموعه من المجموعات بتاعه الانتي بايوتكس. تعالوا بينا نبدا حلقتنا النهارده. هنبدا حلقتنا النهارده بالانترودكشن زي ما قلنا، ونتكلم على الهيستوري اوف انتي مايكروبيال ايجنتس. ايه الهيستوري؟ يعني الانتي مايكروبيال دي بدايتها كان امتى؟ اول دواء انتي مايكروبيال كان ايه؟ ومين هو اللي اكتشفه؟
في عندي يا جماعة عالم اسمه باول ايرلخ، باول ايرلخ بالعربي ايرلخ، في ناس بتقولها ايرلخ بالانجلش، يعني لو على حرف الخاء عندهم ما بيقولوش، فخلينا احنا نقوله هو الماني فبيتنطق كده باول ايرلخ. باول ايرلخ مواليد 1854 وتوفى 1915. في بداية سنة 1900 1907 1908 في الحاجات دي، هو عالم ألماني وكان شغال في الجهاز المناعة وشغال في علوم كتيرة، يعني ابتدى إن هو يكتشف مادة سماها الأرسفينامين. الأرسفينامين ابتدى إن هو يشتغل عليها، ودي أورجانو أرسينيك كومباوند، يعني مادة شكلها الكيميائي أو كيميائيا اسمها تبع الأورجانو أرسينيك. المادة دي اكتشف إن هي من ضمن شغلها إن هي إفكتيف في علاج السيفلس، مرض الزهري. السيفلس هو مرض الزهري، وده كان أول أنتي ميكروبيال على الإطلاق. ما كانش حد وقتها يسمع عن دواء يعالج بكتيريا او يعالج مرض بكتيري او مرض ميكروبي، ما كانش فيه وقتها الكلام ده، ما كانش فيه. كان يا جماعة كميات اعداد مهولة من البشر بتموت من الامراض الميكروبية، الجذام والتي دي والسيفا، كان ما فيش علاج، ما فيش انتي ميكروبيال للحاجات دي. فكان اعداد كبيرة من البشرية بتموت في الحاجات دي، كان في الحروب، الحرب العالمية الاولى، الناس اللي كانت بتتجرح كان بيجي بقى انفكشن، وكان الانفكشن هناك بقى البكتيريا بقى مسيطرة بشكل كبير على العالم كله، فبالتالي كنت تسمع ارقام خياليه بتموت نتيجه الانفكشن. فما كانش حد عنده حاجه يخترعها ان هو ايه الحاجه الانتي ميكروبيال اول او دواء انتي بيوتيك يشتغل على الحاجات دي. كان اول حاجه بقى هنا في بدايه سنه 1900، وهنا العالم اللي هو باول ايرلخ هو اللي اكتشف الماده دي. لما اكتشفها ابتدى يسوقها سنه 1910. الماده سوقها تبع باسم تجاري سلفرزان. سلفرزان زي ما احنا شايفين في الصوره دي، صوره حاجه اسمها نيو سلفرزان. نيو سلفرزان هو حاجه كده يعني ظهرت بعدها بسنتين بعد ما السلفرزان نزل، عملوا حاجه اسمها نيو سلفرزان، قللوا شويه من الجزيئات بتاعه الماده عشان تبقى السولوبيليتي بتاعتها تزيد والسايد افكتس بتاعتها تزيد، فسموه بقى ايه نيو سلفرزان. نيو سلفرزان وده شكل العلبه بتاعه التجاريه اللي نزلت بنيو سلفرزان، اللي هي بتحتوي على ماده الارسفينامين عشان تستخدم في علاج السيفلس. وكان الكلام ده العلبه دي كان اول ما ظهرت وتم تسويقها سنه 1912. في 1908 باول ايرلخ حصل على جائزه نوبل، ولكن مش الاكتشاف ده، مش عشان الاكتشاف ده، هو كان ليه شغل كده في الجهاز المناعي، هو خده يعني علشان شغل في الجهاز المناعي، يعني جائزه نوبل ملهاش علاقه قوي باكتشافه ده. ده بالنسبه لاول عالم او اول دواء يعتبر انتي ميكروبيال ايجنت. نيجي بقى للعملاق الكبير ألكسندر فليمينج اللي هو مكتشف البنسلين. ألكسندر فليمينج انا ما اقدرش كده انادي اسمه حاف، يعني حاجه ما اقدرش اقول ألكسندر فليمينج كده حاف كده، يعني زي كده ايه، لا اقول له سير ألكسندر فليمينج على طول كده بينطقوا سير ألكسندر فليمينج. السير ألكسندر فليمينج الموضوع كله كان بالنسبه له صدفه على الاطلاق. هو من مواليد 1881 وتوفى سنة 1955. هحكي لكم كده حكاية اللي هو المفروض في فيديو انيميشنز للحاجات دي، ولكن يا جماعة اعذروني في الفيديوهات الانيميشنز انا بواجه صعوبة جدا في اليوتيوب عندي في الاكونت بتاعي، ان انا لما بجيب فيديو انيميشن، طبعا الفيديو الانيميشن مش انا اللي بعمله، فانا بجيبه من على اليوتيوب سواء كان بيشرح ميكانيزم او بيوصف حاجه معينه، فبالتالي بحاول ان انا اصغره شويه، احط عليه علامه، اعمل موسيقى مع الصوت عشان لو اليوتيوب اكتشف، ومهما عملت بيحاول ان هو في النهايه يكتشف ان دي حاجه ما هياش تبعي، يعني الانيميشن ده مش انا اللي عامله، ليه حقوق ملكيه، فبالتالي يديني اشعارات وممكن الفيديو يتمسح، يعني ممكن يبقى انا حاطط مثلا الحلقه ساعتين وحاطط فيديو مثلا نص دقيقه انيميشن، ممكن يمسح لي الفيديو كله واللي انا رفعته كله وارجع اعيده تاني وامسح الجزء ده. فاعذروني ان انا مش هقدر ادخل انيميشنز كتيره في الحلقات بتاعتنا في فورمات يو، على قد ما اقدر لو في حاجه محتاجه ان انا اشرحها ومش هقدر اوصلها فانا ممكن استخدم الانيميشنز دي. سير ألكسندر فليمينج يوم الجمعه 28 سبتمبر سنه 1928 هو عالم اسكتلندي. العالم الاسكتلندي ده كان شغال في مستشفى في لندن، في معمل يعني شغال في المعمل في المستشفى دي، فهو كان راجع من الاجازه بتاعته، فراح يوم الجمعه في التاريخ ده 28 سبتمبر 1928 ودخل المعمل بتاعه. هو كان وقبلها قبل ما ياخد الاجازه كان عامل كده اطباق من البليتس، عارفين البليتس اللي الناس اللي دخلت المعامل المايكروفيد، اطباق زجاجيه كده بيتزرع عليها البكتيريا، فهو كان زارع شويه
ستافلوكوكس كده على في البليتس دي، وكان زارعها وحاططها في المعمل، ولكن نسي، يعني نسي الطبق مفتوح. المفروض ان انا لما ازرع بكتيريا طبيعي كده فاغطي الطبق. ليه اغطي الطبق؟ لان في عندي فطريات وبكتيريا في الجو، فبالتالي لازم اغطيه علشان ما ادخلش بكتيريا او فطريات جديده على البكتيريا اللي انا زارعها. يبقى انا زارع ستافلوكوكس مثلا، دي نوع من انواع البكتيريا، زارعها ما اجيبش بكتيريا عليها جديده، فبالتالي المفروض اغطيه. لا، هو بقى نسي يغطيه، ونسي يغطيه وراح الاجازه بتاعته. فرجع يوم الجمعه، رجع يوم الجمعه لقى في فطريات نمت على الطبق. هو طبعا لما شاف قال اوه، نسيت الطبق مفتوح. طبعا انا بشرح، طبعا الناس، في ناس عارفه المعلومات دي وانا بشرح من الصفر زي ما قلنا متعودين، فالناس يعني لو في حد عارف المعلومات دي فمعلش اعذروني كده، هي بنشرحها كده بالتفصيل عشان في ناس بتتابعنا ما تعرفش الكلام ده. فقال ايه ده الطبق نسيته مفتوح. فابتدى يلاحظ ان الطبق نما فطر نما، وفي كده زون، يعني لما البكتيريا تموت على طبق، في انواع من الطبق كده البليتس، لما البكتيريا تموت بيبقى في زون كده بتبقى معروفه، مكان كده بيحصل فيه بيتعرف او انديكيت ان البكتيريا ماتت فيه. فابتدى يلاحظ ان في فطر نما والبكتيريا اللي كان زارعها ماتت. فابتدى يفكر ايه اللي خلى البكتيريا اللي انا زرعتها تموت في وجود الفطر ده. الفطر ده طبعا جاي من الجو لان هو ساب الطبق مفتوح. الفطر ده طبعا هو البنسيلم، ابتدى يعرف الفطر بنسيلم نوتيتم، وابتدى يعرفوا ان طلع ماده اسمها البنسيلين وهي اللي موتت البكتيريا. فابتدى يعملوا بقى تجارب دي ما اكتر من مره، ويزرعوا الفطر، جابوا الفطر ده ويزرعوه، وابتدت التجارب تتعمل عشان بقى يثبتوا الكلام ده. فاتضح ان في ماده بتطلع من الفطر اللي هي البنسلين ليها انتي بكتيريال اجينست ستريبتوكوكسايد. ستريبتوكوكسايد للبكتيريا، فهم يعني عشان هم اشتغلوا عليها دي بس، فابتدوا بقى يجربوا اكتر واكتر. طيب في سنه 1940 الكلام ده، شايفين احنا بنتكلم في الاجازه بتاعت 1928 و29 بقى اللي هو الاكتشاف الحقيقي ليه والتجارب دي كلها، هنا بقى لغايه سنه 1940 جامعه اسمها اوكسفورد، طبعا كلنا عارفين اوكسفورد، جامعه اوكسفورد، فليمنج اشتغل مع تيم وورك كده بيحتوي على الكسندر فليمنج وعالم تاني اسمه ارنست بورت تشين وهوارد فلوري. الثلاثه دول اشتغلوا مع بعض، في الثلاثه شغالين في جامعه اوكسفورد، اشتغلوا مع بعض عشان يعملوا ايه بقى؟ عشان يزودوا تركيز البنسلين ويعملوا له عمليه بيوريفيكيشن، خلاص بقى هيبتدوا يصنعوه ويستخدموه. فالثلاثه اشتغلوا مع بعض على الحته دي. يبقى فليمنج هو اكتشف الموضوع عن طريق الصدفه، ابتدوا يعملوا تجارب، ابتدى يشتغل مع الاثنين التانيين دول ويعملوا بقى تجارب اكثر ويركزوا يعملوا كونسنتريشن للبنسلين وعشان يصنعوه ويشتغلوا بقى على عمليه تصنيعه ويزودوه ويعملوا بيريفيكيشن. فابتدوا ان هم يستخدموه، وابتدوا ان هم يستخدموه في تجربه على الفئران الاول قبل ما يشتغل على الانسان. الثلاثه خدوا جائزه نوبل على اكتشافهم ده وعلى البحث اللي قدموه، ان هم اشتغلوا على البنسلين في الفئران المصابه بستريبتوكوكال انفكشن سنة 1945. طيب البنسلين تم استخدامه لأول مرة إمتى؟ تم استخدامه لأول مرة إمتى؟ سنة 1942. في ناس يا جماعة الأرقام دي، التواريخ دي مهمة قوي، خاصة في الهيستوري بتاعت الإيه، الأنتي ميكروب، اكتشافه إمتى؟ استخدم لأول مرة إمتى؟ الحاجات دي مهمة قوي، لأن أنت مش بتدرس حاجة، أنت راجل صيدلي فما ينفعش ما تبقاش عارف البنسلين اكتشف إمتى أو تم استخدامه لأول مرة إمتى. دي حاجات، دي معلومات مهمة قوي قوي لواحد صيدلي يعتبر كل شغله الدواء، وهو يعتبر الخبير الاول بالدواء، فبالتالي الحاجات دي لازم تبقى انت عارفها. تم استخدام البنسلين لاول مره سنه 1942 على البشر، يعني على البشر تم استخدامه لاول مره عن طريق ان هو كان في نادي كده في بوسطن. بوسطن دي ولايه في امريكا، بوسطن دي فيها نادي او كلاب ليلي كده، نادي ليلي كده اسمه كوكونات جروف. كوكونات جروف ده حصلت فيه حريقه كبيره جدا زي ما احنا شايفين في الصوره، والحريقه دي عملت حروق لناس. طبعا الحروق اللي ناس دي، الحروق دي بيحصل لها لو ما اتعالجتش او اتحط عليها مضادات حيويه، فبيحصل ان في ممكن يحصل انفكشن وكده. فالبنسلين كان اول استخدام ليه سنه 1942، هم عالجوا بيه الناس اللي اتحرقت في الحريقه دي، وفعلا الناس اتعالجت بشكل ناجح جدا، وكان اول نجاح لاستخدام البنسلين. بعدها استخدم في الحرب العالميه الثانيه وانقذ ناس كتير جدا اللي اتجرحت في الحرب والاصيبت في الحرب. هل الموضوع توقف على الثلاثة دول فقط؟ لا، بعدها بسنوات قليلة جدا ابتدى يشتغل عالم ألماني اسمه جيرارد دومنج. جيرارد دومنج ده اشتغل على صبغة صناعية، كان بيشتغل على صبغة، وجد ان الصبغة دي ليها انتي بكتيريال اكتيفيتي اجينست الستريبتوكوكال والستافيلوكوكال، يعني في الاثنين كده
ستريبتوكوك دي انواع من البكتيريا لسه هنشتغل هنتكلم عليها في حلقتنا النهارده. نوعين من انواع البكتيريا يعتبر من اشهر انواع الجرام بوزيتيف كوكساي. النوعين دول عمل اصابه للمايس للفيران وابتدى يشتغل على الصبغه الصناعيه دي، وجد ان ليها انتي بكتيريال اكتيفيتي. على طول راح مع شركه باير، وهو كان شغال في المعامل بتاع شركه باير، ابتدت تصنع منتج تجاري يسمى برونتوزيل، زي ما احنا شايفين علبه البرونتوزيل دي بالامبولات بتاعتها، ودي علبه حقيقيه للبرونتوزيل. ابتدوا يسوق البرونتوزيل. طب البرونتوزيل ده بيحتوي على ايه؟ قال لك ده بيحتوي على اول دواء من عائلات السلفونامايد، صلفة، صلفة، ادويه الصلفة، المضادات الحيويه، عيله الصلفة. كان ده اول دواء صلفة يتم اكتشافه ويتم استخدامه. العالم الالماني ده حصل على جائزه نوبل سنه 1939 على هذا الاكتشاف. طيب الاكتشاف ده حد كده متخيل ان هو سهل؟ لا، الاكتشاف ده ما هو الا شعله لاناره الطريق لمجموعات دوائيه اخرى. يعني عيله الصلفة او اول مركب صلفة يتم اكتشافه ويحددوا شكله الكيميائي، فده معناه ان احنا هنفتح مجال لاكتشاف عائلات اخرى من الصلفة. يعني احنا اشهر حاجه مثلا عندنا ادويه للسكر اسمها سلفونيل يوريا مشتقه من الصلفه، مضادات حيويه اخرى مشتقه من الصلفه. فبالتالي هو فتح الطريق لعلماء عشان تكمل المجال ويكتشفوا مجموعات اخرى من الصلفه، وده كان اكتشاف عظيم. بعدها على طول بعدها بسنوات ايضا قليله تم اكتشاف في عالم اخر اسمه سيلمان ويكسمان. سيلمان ويكسمان ده اكتشف بقى من التربه، ابتدى يكتشف من التربه مركبات حاجات كده بتطلع انتي بايوتكس، وزي ايه؟ زي الاكتينومايسين والستريبتومايسين والنيومايسين. الكلام ده في بدايه سنه 1900 في الاربعينات، وده يا جماعه كان هيستوري كده سريع على الانتي مايكروبيال ايجنتس. تعالوا بينا بقى ندخل في الجزء الميكروبيولوجي في حلقتنا النهاردة، وهنتكلم بشكل كده سريع، هنجيب شوية موضوعات كده من الميكروبيولوجي يعني ايه نتذكرها مع بعض علشان هتفيدني كتير قوي قوي في شرحي لأجزاء الانتي ميكروبيال ايجنتس اللي هنشرحها ان شاء الله بداية من الحلقة القادمة. هنبدأ بقى بجزء الميكروبيولوجي في حلقتنا النهاردة. هنتكلم على الانتي ميكروبيال ايجنتس. مايكروبيال يعني في مايكرو اورجانيزمز، يعني احنا عايزين نعرف انواع المايكرو اورجانيزم. هنبدا من الاول خالص، هنبدا من الصفر. يمكن الجزء اللي هو انواع المايكرو اورجانيزمز ده مش مهم قوي في حلقتنا، ولكن خلينا نقوله. عندنا انواع الخليه، لو تفتكروا يا جماعه انواع الخليه معانا في الاحياء، لو تفتكروا كنا بنقول ايوكاريوتيك اللي هي الخلايا او الخلايا حقيقه النواه، او الكائنات اللي بتحتوي على خلايا حقيقه النواه، وحاجه اسمها البروكاريوتيك اللي هي بدائيه النواه. ايوكاريوتيك زي الخلايا بتاعتنا، زي الخلايا بتاعت الحانات والبلانت والفنجاي والحاجات دي، كلها عباره عن خلايا بتحتوي على نيوكلياس وبتحتوي بداخلها على مجموعه من المكونات الخلويه، فدي من الحاجات اللي بنقول عليها حقيقه النواه لان فيها نيوكلياس. دي زي الخليه البشريه بتاعتنا والخليه الحيوانيه. اما بقى البروكاريوتيك زي الخليه بتاعه البكتيريا. احنا بس بنقول عشان نعرف الناس ان الخليه البكتيريه او البكتيريا الخلايا بتاعتها غير الخلايا بتاعه الحيوان والبشر. ليه؟ لان لما نيجي بقى نشتغل على الادويه اللي هنقتل بيها البكتيريا، فبالتالي عرفنا ان الخلايا مختلفه، فبالتالي لما نيجي نشتغل على الخليه دي هنعرف ان الدواء بتاعنا رايح للخليه دي، مش هياثر على الخلايا البشريه. دي فكره ان انا اعرفك ان الخليه هنا غير الخليه هنا، الايوكاريوتيك بتاعتنا غير البروكاريوتيك بتاعتنا. لو هنيجي نتفرج كده، طبعا دي شكل الخليه الايوكاريوتيك، فيها نيوكلس زي ما احنا شايفين، يعني النيوكلس هنا بريزنت موجوده، السيل وول مش فيها سيل وول، وده اللي يخلي مضادات حيويه تشتغل على السيل وول، لان البروكاريوتيك فيها سيل وول، احنا ما عندناش سيل وول، بعكس ان هي موجوده سيل وول في خليه البلانت الخلايا النباتيه وفي فانجاي. احنا كبشر وانيمال ما عندناش سيل وول، فبالتالي لما نيجي نشتغل على مضادات حيويه تشتغل على السيل وول هتشتغل في البروكاريوتيك لان ليها سيل وول. دي مهمه قوي. هنا في الميتوكوندريا في موجود عندنا هنا ميتوكوندريا، هناك مش موجود. جولجي ابريتس في هنا موجود، هناك مش موجود. لازوم موجود، هنا مش موجود. مايكروتوبيولز اللي هي الحاجات المسؤوله عن الشكل بتاع الخليه كده، هي دي موجوده عندنا مش موجوده هناك، او ممكن تبقى موجوده بشكل بسيط. السيتوسكيلتون نفس الفكره. الريبوزوم، الريبوزوم ده هو اللي بيصنع البروتين داخل الخليه، هو اللي بيعمل عمليه البروتين سينثيسيس داخل الخليه. الريبوزوم بيقول لي ان هنا في الايوكاريوتيك اكبر من البروكاريوتيك. هنا فكره حلوه قوي، يبقى انا الريبوزوم عندي غير الريبوزوم بتاع البكتيريا. يبقى انا لما اجي اشتغل على ادويه بتوقف تصنيع البروتين هتوقف في الخليه البكتيريه بس، لانها هتوقف شغل الريبوزوم او هتشتغل على
الريبوزوم بتاع البكتيريا لانه يختلف عن الريبوزوم بتاعي. دي حاجه حلوه مهمه ان انا اعرفها. الاندوبلازميك ريتيكولوم موجود هنا، الكروموزوم موجود عندنا، عدد الكروموزومات اكبر اكتر طبعا من البكتيريا. البكتيريا فيها البلازميد بس هو اللي فيه كروموزوم، وما بيبقاش حقيقي كمان. السيل سايز هنا من 10 ل 100 مايكرو متر، ده بالنسبه للسايز. دي كلها حاجات يعني مش هتعرفها قوي. انا عايزك تعرف ان احنا بنختلف عن الخلايا البكتيريه، هناك عندهم سيل وول الريبوزوم بتاعهم مختلف. دي كلها حاجات هتفيدني لما اجي اشرح واقول ليه المضاد الحيوي بيأثر على البكتيريا ما بيأثرش على الخليه البشريه. نيجي بقى للبروكاريوتيك. البروكاريوتيك بتبقى خليه وحيده كده، خليه وحيده بتبقى البكتيريا عباره عن خليه وحيده، ما فيهاش نيوكليوس، ما فيهاش ميتوكوندريا، ما فيهاش حاجات تانية في البكتيريا. ده شكل البكتيريا. طبعا فيها بعض الحاجات يعني مثلا عندها فلاجيل عشان تسبح بيها وتمشي بيها، في حاجات كده بتبقى في البكتيريا، في كبسول عشان تغطيها، في سيل وول موجود فيها سيل وول، ما عندناش احنا السيل وول. دي كده بالنسبه للفرق ما بين الاثنين. الرايبوزوم طبعا مختلف عن الخليه الايوكاريوتيك. في عندنا بقى الفيروس، مش عايزين ننسى الفيروس. الفيروس هو اصغر حاجه معديه على الاطلاق، بتستخدم الخلايا الاخرى الحيه علشان تعمل ريبليكيشن لنفسها. ده بالنسبه للفيروس بيحتوي على الماده الوراثيه، بيدخل الخليه الحيه علشان يستخدم الدي ان اي بتاع الخليه الحيه علشان يعمل ريبليكيت لنفسه ويتكاثر. دي الفيروس او الفيروسات، لان احنا لما نيجي نتكلم عليها هنتكلم، ودي اشكال الفيروسات المختلفه وكاكزامبل لكل شكل من الاشكال دي، الاكزامبلز بتاعتها موجوده هنا. دي كده كل اللي عايزك تعرفه عن الانواع بتاعه المايكرو اورجانيزم. هنيجي بقى نمسك البكتيريا. البكتيريا شكلها عامل ازاي؟ في شكل كده مدور بنقول عليه كوكساي، في شكل عصوي رودز بنقول عليها باسيلاي. احفظوا الاسماء دي كويس. عندنا شكل مكور، بكتيريا شكلها، شكل البكتيريا بتاعها الخليه بتاعتها مكوره بنقول عليها كوكساي. في شكل كده عصوي بنقول عليه باسيلاي، في شكل كده حلزوني بنقول عليه سبايركس. خلاص، ودي اكزامبلز لكل حاجه. طيب الارينجمنتس بتاعتها، يعني الخليه الكوكساي دي البكتيريا لو في، يعني دي واحد بكتيريا، دي البكتيريا الثانيه، دي اثنين من البكتيريا. يبقى لما نيجي نشوفها تحت الميكروسكوب هنلاقي التجميع بتاعها زي ما احنا شايفين، ودي انواع. يعني الستريبتوكوكساي بيبقى تجميعها زي ما احنا شايفين الكرو كده، هنا في التجميع كده مختلف، هنا تجميع مختلف. هنا دي الستريبتوكوكس بايوجينز، دي الستريبتوكوكس اوريوس، هنا التجميع ده غير التجميع ده لما نيجي نشوفها تحت الميكروسكوب. دي حاجات الميكروبيولوجي يعرفوها اكتر علشان يقدروا يعرفوا من الشكل كده من الميكروسكوب عن طريق الارينجمنت يعرفوا ايه نوع البكتيريا دي. ده بالنسبه للكوكساي. في بالنسبه للروت زي ما احنا شايفين كده، في منها تشين، في منها بيبقى فيها ليها فلاجيلا كده. ده بالنسبه للرودز او الباسيلاي. كل اللي انا عايزك تعرفه يعني ايه كوكساي، يعني ايه باسيلاي. سبايرلز اشهر نوع من البكتيريا السبايرلز هي الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي بتسبب القرح بتاعه المعده والاثنى عشر. الهيليكوباكتر بايلوري بنقول عليها البكتيريا الحلزونيه طبعا نسبه الى شكلها في عندنا تريبونيوم بلاديوم اللي هو السيفلس الزهري، مرض الزهري، البكتيريا المسببه ليه اسمها تريبونيوم بلاديوم. ده بالنسبه للشكل والارينجمنت. تعالوا بينا بقى نتكلم عن حاجه اسمها جرام ستين. احنا عمال نجيب موضوعات كده من الميكروبيولوجي، كل موضوع منفصل عن التاني. ندخل في موضوع اسمه جرام ستين، صبغه جرام. الصبغه دي على اسم العالم اللي اكتشفها، وهو العالم جرام. ده سنه 1884 اكتشف الصبغه دي. الصبغه دي لما ابتدى يطبقها يحطها على البكتيريا طلعت لي مجموعتين من البكتيريا، مجموعتين كبار جدا جدا من البكتيريا، ودي معلومات مهمه علشان هنبدا نفصصها اكتر من كده. مجموعه اسمها جرام بوزيتيف ومجموعه اسمها جرام نيجاتيف. جرام بوزيتيف بتبان في الميكروسكوب بعد الصبغه باللون ده الفايلوت ده، جرام نيجاتيف بتبان باللون البينك ده زي ما احنا شايفين. ده الالوان اللي هتبان لي في الميكروسكوب في جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. طب قال لك الصبغه دي لما صبغها بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد على السيل. احنا قلنا البكتيريا فيها سيل وول، اهو السيل وول ده من مكونات وحاجه من المكونات المشهوره بتاعته حاجه كده اسمها بيبتيدو جلايكان. احفظ معايا معلومات مهمه، بيبتيدو جلايكان. البيبتيدو جلايكان ده قال لك بيختلف في الجرام بوزيتيف عن الجرام نيجاتيف اللي هو الحاجات الزرقاء دي اسمها البيبتيدو جلايكان. قال لك البيبتيدو جلايكان ده السيل وول كله، من هنا لهنا سيل وول، من هنا لهنا سيل وول. قال لك البيبتيدو جلايكان في الجرام بوزيتيف بيحتوي على 90، بياخد مساحه 90% من الجرام بوزيتيف.
اما البيبتيدوجلايكان في الجرام نيجاتيف قال لك بياخد 10% بس، ده غير ان السيل وول بتاع جرام نيجاتيف عليه طبقه من الخارج، من الخارج الاوتر ممبرين فوسفوليبيد. يبقى انا دلوقتي الجرام نيجاتيف مختلفه في السيل وول بتاعها اختلاف كبير جدا عن جرام بوزيتيف. انا عندي هنا ده السيل ممبرين، ده السيل ممبرين يا جماعه الفوسفوليبيد، ركزوا معايا معلومات بسيطه جدا، ده السيل ممبرين فوقها طبقه من البيبتيدو جلايكان، جرام بوزيتيف بيبتيدو جلايكان عاليه قوي 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 كده، ومش فوقها حاجه، جرام نيجاتيف طبقه بسيطه جدا 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 من البيبتيدو جلايكان وفوقها غشاء فوسفوليبيد. لا الوضع يختلف، فلما يجي يعمل الصبغه لازم يبقى في اختلاف ما بين المجموعتين، فابتدى يعمل لي كلاس كده من البكتيريا اسمه جرام بوزيتيف وكلاس اخر اسمه جرام نيجاتيف. تعالوا بينا نتكلم اكتر عن الموضوع ده. طبعا الصوره دي تحت الميكروسكوب، عملنا الصبغه، الصبغه دي بتتعمل ازاي؟ عن طريق ان احنا بنجيب حاجه اسمها كريستال فايلوت داي، صبغه اسمها كريستال فايلوت، بنبدا نطبقها نحطها على البكتيريا. طبعا الجرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف بكتيريا البيبتيدو جلايكان بتاعها مش هيقدر يحتفظ مش هيقدر يحتفظ بكميه كبيره من الكريستال فايلوت دي، اما الكريستال فايلوت في جرام بوزيتيف هيحتفظ بكميه كبيره جدا من الكريستال فايلوت. بعدين هنبدا بعد ما نحط الكريستال فايلوت هنبدا نحط بقى اورجانيك سولفنت زي الالكول، نحط الكول كده، فبالتالي الالكول بقى هيدوب الغشاء الفوسفوليبيد بتاع الجرام نيجاتيف ويبدا يطلع لي شويه الصبغه اللي احتفظت بيها الجرام نيجاتيف، اما الجرام بوزيتيف محتفظه بكميه كبيره جدا من الصبغه، فبالتالي يبقى انا دلوقتي الجرام بوزيتيف خلاص اتصبغت والجرام نيجاتيف ما اتصبغتش، فمش متشافه، انا مش شايف جرام نيجاتيف، اللي اتصبغت بوزيتيف، لذلك سماها بوزيتيف ليه؟ لانها حققت المعادله ان هي بوزيتيف، يعني ايه؟ النتيجه بوزيتيف ان هي اتصبغت، اما النيجاتيف معناها ما اتصبغتش، كلمه نيجاتيف معناها ما اتصبغتش، يبقى الجرام نيجاتيف ما اتصبغتش. طب هشوفها ازاي تحت الميكروسكوب؟ قال لك لا ده انت لازم تحط حاجه ثانيه تروح تصبغ الحاجه اللي ما اتشافتش عشان تبان تحت الميكروسكوب. قال لك هنجيب حاجه اسمها كاونتر ستين، صبغه يعني بتعمل بتظهر الحاجه اللي ما اتشافتش دي، هي حاجه اسمها السفرانين، السفرانين دي لونها بينك، فبالتالي لما احطها اللي ما اتصبغتش تاخد اللون البينك، فبالتالي هيظهر قدامي في الميكروسكوب البكتيريا زي ما انا شايف، هشوف الجرام بوزيتيف باللون الاصلي بتاع الكريستال فايلوت داي، وهشوف الجرام نيجاتيف اللي ما اتصبغتش باللون الاخر اللي انا حطيته عشان اقدر افرق ما بينهم، اللي هو السفرانين باللون بتاعه اللي هو اللون البينك، فبتظهر قصادي كده. ده نوعين، النوع اللي هو البوزيتيف ده اللي هو الستافيلوكوكس اوريوس، اما النوع الثاني اللي هو البينك ظاهر اللي هو شريشيا كولاي، ده نوع من انواع البكتيريا الجرام نيجاتيف. وهنا بقى ابتدينا نقسم البكتيريا، نصبغ البكتيريا كلها ونقسم المجموعات جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وهنا بقى المضادات الحيويه هتبدا تشتغل بقى، ونشوف المضادات الحيويه شغاله اكتر على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. قال لك ليه المضادات الحيويه بتختلف شغلها عن الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف؟ لاختلاف السيل وول. انا عندي في السيل وول يا جماعه اتفقنا ان الجرام بوزيتيف بيحتوي على طبقه كبيره جدا 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 من البيبتيدو جلايكان، دي كلها طبقات من البيبتيدو جلايكان عامله زي قوالب الطوب كده، ترص قوالب الطوب فوق بعض فوق بعض فوق بعض زي ما انا شايف، طبقه عاليه قوي من البيبتيدو جلايكان، اما الجرام نيجاتيف فيها طبقه بسيطه جدا من البيبتيدو جلايكان، فوقها فوسفوليبيدز من الممبرين من الفوسفوليبيدز. يبقى انا دلوقتي المضاد الحيوي مش اي مضاد حيوي هيخترق الجرام نيجاتيف عشان يوصل للبيبتيدو جلايكان للسيلول، لو هو هيشتغل على السيلول ويدمر لي طبقه البيبتيدو جلايكان، مش اي مضاد حيوي هيخترق الفوسفوليبيدز دي، فبالتالي ليه مواصفات ثانيه، فبالتالي مش اي مضاد حيوي هيشتغل، اللي هيشتغل هنا هو اللي هيشتغل، اللي هيشتغل هنا هيلاقي البيبتيدو جلايكان ظاهر قصاده هنا ويلا اشتغل كسر كسر، لو هو هيشتغل ويكسر السيلول اللي هو بيشتغل على البيبتيدو جلايكان، فبالتالي المضادات الحيويه هتبدا تختلف في شغلها عن الجرام بوزيتيف عن الجرام نيجاتيف. فانا لازم اعرف ايه الفرق ما بينهم في الشكل بتاع السيل وول، لازم اعرف كمان تصنيفهم ايه، هم البكتيريا الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وده اللي احنا بنحاول نخش ونفهمه. هنمسك بقى البيبتيدو جلايكان ونشوفها بتتكون ازاي. بيبتيدو جلايكان بتتكون من قلبين طوب، مش احنا قلنا قوالب طوب، قلبين طوب اساسيين، اول قالب اسمه ان استايل جلوكوزامين، ان استايل جلوكوزامين اللي هو اللون البني الغامق ده، والقالب الثاني ان استايل ميوراميك اسيد وده اللون الفاتح ده. يبقى انا عندي قالب توب ان استايل جلوكوزامين مع قالب توب ان استايل ميوراميك اسيد، قالب توب واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، واعمل 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 ورص تحت ورص فوق ورص تحت ورص فوق. قال لك واحنا هنمسك الدي هنمسكها بدي هنمسكها بدي بالامينو اسيدز الزرقاء دي كلها اللي بنقول عليها سايد تشين من الامينو اسيدز، اما هنمسك اللي فوق الطبقه اللي فوق باللي فوقها باللي فوقها باللي فوقها باللي فوقها
الاخضر دي حاجه اسمها كروس بريدج من الامينو اسيدز، بيرتبط بيعمل لهم روابط بالبيبتايد بوند، بتربط ما بينهم. البيبتايد بوند دي بتربط ما بينهم عن طريق انزيم اسمه ترانس بيبتايديز انزيم، هنعرفه دلوقتي. يبقى لو جينا كده نرجع للصوره اللي فاتت، يبقى دي كلها قوالب طوب من الان استال جلوكوزامين وان استال ميوراميك اسيد، متربطين فوق بعض فوق بعض، ومتربطين جنب بعض جنب بعض. انا بشرح بكل بساطه لان المعلومات دي مش بقولها، مفيش حاجه هتتقال في الحلقه دي مش هحتاجها. لو في حاجه هتتقال في الحلقه دي مش هحتاجها ما كنتش هقولها. مفيش حاجه بقولها في الحلقه دي مش هحتاجها. كل تفصيله من التفاصيل اللي انا بقولها دي هحتاجها بعدين، فركز معايا علشان هنحتاجها بعدين، والموضوع سهل جدا، مفيش اسهل من كده. والجزء الانتي بايوتكس ان شاء الله هنحاول نلخصه مع بعض بشكل سهل لا تتخيله، ومش هنختصر حاجه، لا ده احنا هندرس كل حاجه، وكل حاجه هتلاقيها سهله. يعني هندرس كم كبير من المعلومات، وكل المعلومات دي هتلاقيها سهله ان شاء الله. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ قبل ما نطلع من الصوره دي انا عايزك تتخيل معايا. تخيل معايا دي كبسوله، دي مش كبسوله دواء، لا ده دي بكتيريا، هي شكلها كده ايه؟ رودز كبسول كده. لو جينا قطعنا حته كده من السيل وول بتاعها هنلاقي الطبقه البنيه دي كلها هي البيبتيدوجلايكان. اللي انا عايز اشتغل عليها في مضادات حيويه هتبدا تشتغل عليها وتضربها. طيب في تحت كده السيل وول بتاعها، دي حاجات تانية من المضادات اللي عايز تشتغل عليها، مش موضوعنا دلوقتي. خد الطبقه دي وخد الجزء ده وكبره، كبرناه لقينا دي طبقه البيبتيريو جلايكان اللي بتتكون من قوالب طوب جنب بعض، ان استال جلوكوزامين وان استال ميوراميك اسيد بيتربطوا مع بعض فوق وبيتربطوا مع بعض في الجنب. ده بالنسبه لي تخيلت معايا، هنيجي ونفصل اكتر. ده كل الكلام اللي احنا قلناه، البيبتيدو جلايكان بيتكون من بولي ساكاريد من استال ميوراميك اسيد مع ان استال جلوكوزامين بنفس النسبه، لان واحد 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 ورا الثاني، فبالتالي بنفس النسبه. البيبتيدو جلايكان ده مهم. تعالوا كده كده تخيل معايا وشيل اللون البني ده، الخليه مش هتبقى ماسكه بعضها صح؟ يعني طبقه كبيره من البيبتيدو جلايكان هي اللي بتخلي الخليه تمسك بعضها، فبالتالي مهم قوي ان الخليه تحتفظ بالريجيديتي بتاعتها. لو جيت ضربت البيبتيدو جلايكان بمضاد حيوي مثلا شغال على حاجه معينه من الريبير بتاع البيبتيدو جلايكان، او ان هو مضاد حاجه مثلا انزيمات بتبدا تكون الروابط الخضراء دي اللي بتربطها مع بعض، لو جيت مضاد حيوي منع تكوين الامينو اسيد، الروابط الامينو اسيد الخضراء دي منع تكوينها في بعض، فبالتالي هيفك. يبقى انا حطيت الطوب من غير اسمنت، مفيش اسمنت دلوقتي، حطيت الطوب من غير اسمنت، معنى كده ايه؟ ان الطوب ده كله متخلخع، يعني هيتخلع وبعد كده هيتفك كله، ولما يتفك هيبقى معايا السيل ميمبرين. سيل ميمبرين ده ايه ده؟ ده اي حاجه بقى تدخل الخليه، اي حاجه بتطلع من الخليه والدنيا بايظه، اوبا ده الخليه ماتت عيانه. ليه؟ قال لك ده الجدار بتاعي اللي بيبتدي الجلايكان بتاعي اتدمر. ده فكره ان انا اشتغل، انا بفهمك ده كله علشان اقدر اقول لك المضاد الحيوي ده شغال ازاي. في عندي انزيم اسمه بنسلين بايندينج بروتينز، او بيحتوي يعني على يعني حاجه كده بتحتوي على مجموعه من الانزيمز اسمها ترانس بيبتايديز انزيم، يعني ممكن نقول عليه بنسلين بايندينج بروتين او ترانس بيبتايديز انزيم. الحاجه دي هي اللي بتكون لي البوند الخضرة دي، هي اللي بتكون لي الطبقات البوند ما بين الامينو اسيدز الخضرة دي، وبتربط البيبتيدو جلايكان طبقه فوق الثانيه فوق الثانيه. طب هما ليه سموه، واحد يقعد يفكر هما ليه سموه بنسلين بايندينج بروتينز؟ هو اصلا كان لسه اكتشفوا البنسلين؟ لا هو ما كانش اسمه كده، بس لما اكتشفوا البنسلين وابتدوا يعرفوا ان البنسلين شغال هنا على الانزيمز دي، فابتدوا يسموا ده بنسلين بايندينج بروتين. فهو اكيد ما كانش اسمه كده، او ما كانش حد يعرفه، فهو اتسمى كده علشان البنسلين شغال على الحاجه دي. يبقى ترانس بيبتايديز انزيمز دي مجموعه من الانزيمز ممكن نقول عليها بنسلين بايندينج بروتينز. تعالوا نفصل اكتر عشان نوضح اكتر واكتر. احنا قلنا ايه؟ ان استايل جلوكوزامين، ان استايل ميوراميك اسيد، واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، دي الطبقه اللي فوق. رص لي والنبي مجموعه ثانيه من الطبقه اللي تحت. طب نربط الاثنين دول في بعض ازاي؟ قال لك خش يا عم البنسلين بايندنج بروتين واربط لي دي بدي، اربط لي دي بدي عشان نربط بقى. ما ينفعش الطوب ده، لازم نحط الاسمنت، فهو ده اللي بيجي يحط لي الاسمنت ويربط دي مع دي، دي مع دي، دي مع دي، ويربط كده فيبدا ايه؟ اتربطت اهي. حاجه اسمها اوليجو بيبتايد، مش لازم تعرف الاسماء دي، فانت تعرف اتربطت اهي. هنا مش مربوطه لسه، هتبدا تتربط، هنا اتربطت، فبالتالي بقى في ريجيديتي في البيبتيدو جلايكان ماسكه بعض، كل طبقه فوق الطبقه ماسكه بعض.
خلاص. تخيلوا يا جماعه ان مجموعات من المضادات الحيويه اللي هي البيتا لاكتامز زي البنسلينز والسيفالوسبورنز بتبدا ايه؟ بتبدا تخش على البنسلين بايندنج بروتين وتعمل له انهبت، او تعمل انهبت للترانس بيبتايديز انزيمز، فبالتالي الانزيمز دي مش هتقدر تربط البيبتايد دي مع بعض، فبالتالي البيبتيدو جلايكان مش هيمسك طبقه فوق الثانيه، فلما الخليه، لان البنسلين بايندنج بروتين ده مش عشان يصنع البيبتيدو جلايكان، البيبتيدو جلايكان يا جماعه كده 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 بيتكسر، طبيعي يتكسر، الروابط بتاعته بتتكسر، فالبنسلين بايندنج بروتين طول الوقت شغال يصلح، عمال يصلح، هي رابطه اتكسرت تعالى ما اصلحك، رابطه اتكسرت، فبيحصل عمليه ريبير، يبقى الخليه البكتيريه على طول بيحصل لها ريبير، على طول في صيانه للبكتيريو جلايكان، حتى لو انا ما بستخدمش مضادات حيويه او البكتيريا قاعده لوحدها كده كده بتعمل ريبير للموضوع ده، فانا لما استخدم دواء زي البنسلين يمنع عمليه التصنيع، يعني ما فيش بكتيريو جلايكان هيتصنع وما فيش ريبير هيحصل، لان ممكن واحد يقول لي يا عم دهشان انت بتقول لي ان البنسلين بيشتغل على البنسلين بايندنج بروتين او ترانس بيبتيديز انزيم اللي هو بيربط الروابط في بعض. طب يا عم دهشان ما هي الروابط متربطه اصلا. ايه ده؟ ده قصف جبهه جامد قوي، يعني الروابط اصلا متربطه، يعني البكتيريا داخله الجسم والبيبتيدو جلايكان كله متربط في بعض. هقول لك لا، ده في عمليه ريبير بتحصل كل لحظه، كل لحظه بيتكسر بيبتدي جلايكان وشغال عمليه الريبير للبنسلين بايندنج بروتين، عامل زي كده الدوريات الشرطه اللي بتمر، لا كل لحظه تمر تمر تصلح في اللي اتكسر، فبالتالي لما حاجات تتكسر وما تتصلحش يبقى ايه؟ يبقى عمليه الريجيل دي هتقل تدريجيا، بعد وقت هيبدا البكتيريا جلايكان يفك كله لانه ما بيتصلحش، ما بيحصلوش عمليه الريبير، فحته الريبير او التصنيع دي مهم، يبقى ما فيش تصنيع ما فيش ريبير، لو حد قال ما فيش تصنيع بس مش فاهم اول موضوع، يبقى مفيش تصنيع ومفيش ريبير هيحصل. خلصت الحته دي؟ حطها كده، افهمها كده وحطها جنبك كده، تعال ادخل معايا في حته تانية. عايزين نعمل بقى كلاسيفيكيشن للبكتيريا. هنعمل كلاسيفيكيشن اكوردنج تو جرام ستين، وده الكلاسيفيكيشن المعروف في الدنيا كلها، وهنحط كده كلاسيفيكيشن مهم قوي اكوردنج تو سايت اوف انفكشن، يعني الحاجات، يعني مثلا ايه الحاجات اللي بتعمل نيومونيا او اللي بتصيب الجهاز التنفسي، الحاجات اللي بتصيب السكان، يعني مثلا دي حاجه كده هنعرفها كده ندردش فيها، مش هنحفظها قوي ولكن هنعرفها بعدين ان شاء الله او ممكن نلخصها بعدين. يبقى احنا دلوقتي كده ايه، عملنا نلم معلومات من كل حته، دي كلها هتفيدنا ان شاء الله في شرحنا في الحلقات اللي جايه. تعالوا بينا نعمل كلاسيفيكيشن للبكتيريا اكوردنج تو جرام ستين، ومحدش يقول لي ايه هي الجرام ستين دي. هنيجي بقى نعمل كلاسيفيكيشن للبكتيريا اكوردنج تو جرام ستين. احنا قلنا جرام ستين عندنا نوعين، جرام بوزيتيف بكتيريا ودي اللي بتبان عندي باللون الفايلت ده، جرام نيجاتيف بكتيريا بتبان عندي باللون البينك ده. قلت عندي نوعين من البكتيريا، في حاجه كوكساي يعني دائريه مكوره، مكوره وباسيلاي رودز اللي هي عصويه زي ما احنا شايفين هنا الكوكساي والباسيلاي. عندنا جرام بوزيتيف بكتيريا الكوكساي، احنا طبعا المفروض يعني يبقى احنا دارسين مايكروبيولوجي، فاحنا المفروض نحفظ الحاجات دي، يبقى عارفين على قد ما نقدر نحفظ الاسماء بتاعت البكتيريا دي. انا هقول لكم الحاجات المهمه اللي ما ينفعش ما تبقى انتش عارفها ومش حافظها، فبالتالي انا هقولها لك عشان تركز عليها قوي وتحفظها قوي، عشان لما اجي اقول لك بعد كده مضاد حيوي شغال على الستاف يبقى انت عارف يعني ايه ستاف، او يعني ستريبت، او يعني ايه شريشيا كولاي، او يعني دي حاجه ايه، دي ايه ودي ايه، دي حاجات هتفيدك قوي في الانتيبيوتكس، هتلخص عليك حاجات كتير قوي، فبالتالي لو انت مش حافظ الموضوع ده احنا جايبينه عشان تحفظ شويه اسماء من البكتيريا، بكتيريا لازم نعرفها بقى وايه ونعيش معاها، لان احنا هنعيش معاها في الحلقات اللي جايه كتير قوي. الكوكساي الكرويه جرام بوزيتيف، عندنا الاستافلوكوكس سبيشيز، سبيشيز دي يعني سبيشيز عائله لسه فيها في تحتها كذا يعني عائله الاستافلوكوكس، في استافلوكوكس ايريوس، في حاجات ثانيه ستريبتوكوكس، في ستريبتوكوكس بايوجينز، في ستريبتوكوكس ايريوس، فبالتالي عائله الاستاف بنقول عليها ستاف وستريب، عشان كده لما تيجي ايه تبقى واد كده بقى ايه جنتل كده وبقى وبقيت خلاص برنس في نفسك كده، تقول اه ده دي ستاف ودي ستريبت وبتاع، فانت ايه بتبدا تدلعها شويه، لسه هتقول بقى ستافلوكوكس ستريبتوكوكس وكده. يبقى انا عندي ستافلوكوكس سبيشيز والستريبتوكوكس سبيشيز والانتيروكوكس او الانتيروكوكساي، انتروكوكس او انتروكوكساي، شايفين كده الحاجات دي هتسمع كده وتسمع كده، سبيشيز دي كلها الكوكساي من الجرام بوزيتيف. اوعى بقى تقول لي الستاف دي جرام نيجاتيف، احنا لو انت قلت لي كده في الحلقه اللي جايه هتضرب بالنار، الستاف مش جرام نيجاتيف، الستاف هي جرام بوزيتيف كوكساي، ستريبت جرام بوزيتيف كوكساي، تروكوكس جرام بوزيتيف كوكساي. هنيجي بقى نتكلم على الباسيلاي من الجرام بوزيتيف، هي شكلها باسيلاي او رودز عصويه، في عندي بقى حاجه اسمها نون سبور فورمينج، في حاجه اسمها سبور فورمينج. يعني سبور ده يا جماعه من المكونات الخليه
في بكتيريا بيبقى فيها سبور، يعني طبقه كده خارجيه بتحميها، تحميها من الجفاف وتحميها من العوامل الخارجيه، حاجه كده محوصله نفسها كده داخل سبور بتحميها من حاجات كتير قوي. في بكتيريا عليها الطبقه دي وفي بكتيريا مش عليها، فبقول ان انا سبور وفي حاجه اسمها سبور. السبور دي بتعيش كتير وتقعد في التربه وتسافر وتروح، من الحاجات الخطيره جدا اللي هي السبور دي، اللي صعب ان انت تخترق السبور بتاعتها يعني. ففي في بكتيريا سبور وفي بكتيريا نان سبور. النان سبور فورمنج عندنا نوعين، ايروبيك وانيروبيك. ايروبيك يعني ايه؟ يعني بتعيش في الهواء عادي كده. انيروبيك يعني لا هوائيه، يعني الاكسجين بيموتها، اكسجين يموتها. طب الايروبيك بقى ايه؟ البروبينا بكتيريوم سبيشيز. البروبينا بكتيريوم زي البروبينا بكتيريوم اكتي، اللي هي البكتيريا اللي بتنمو على الخلايا الدهنيه اللي بتطلع الحبوب الشباب. البروبينا بكتيريوم اكني، في الاكتينومايسيس، في الكوريني بكتيريوم سبيشيز، في الارسيبولوس ريكس. الارسيبولوس ريكس عارفين في حاجه اسمها ارسيبولوس، ارسيبولاس اللي هو مرض اللي هو الحمره او البكتيريا الانفكشن هو بتاع، ممكن بيصيب الجلد طبقه طبقه من طبقات الجلد، بيعمل حاجه اسمها الحمره، بيبقى فيه احمرار كده، اللي هو الارسيبولاس الديزيز اسمه ارسيبولاس، ده اللي بيعمله البكتيريا دي. في الاستيريا وفي النوكارديا، دي حاجات من الحاجات اللي هي نون سبور فورمينج ايروبيك. انا عايزك تعرف البروبينو بكتيريا والاكتينومايسيس، يعني دي مش حاجات مش يعني اعرفها مش قوي، يعني مش هتسيب فيها قوي، او مش هتمر عليك قوي في الانتيبيوتكس. النون سبور فورمينج انيروبيك، انيروبيك بقى اللاكتوباسيلس سبيشيس، اللاكتوباسيلس اسيتوفيلس والبقيه اللاكتوباسيلس، البيبتو ستريبتوكوكس، البيفيد بكتيريوم سبيشيس، والموبيلانكس سبيشيس. دي بالنسبه للنون سبور فورمينج انيروبيك. السبور فورمينج ايروبيك بقى باسيلس اللي هي الانثراكس، اللي هو الجمره الخبيثه، باسيلس انثراكس، الحاجات اللي بتستخدم في حروب البيولوجيه وكده. السبور فورمينج انيروبيك يعني بتعيش بقى انيروبيك. عندنا الكلوستريديوم سبيشيز. الكلوستريديوم يا جماعه عيله الكلوستريديوم في منها اربعه من البكتيريا، في كلوستريديوم بوتيولينيوم، واكيد سمعنا عنها اللي احنا بنطلع منها البوتيولينيوم توكسينز اللي هو بيستخدم في البوتوكس، اللي هو البراند اللي هو البوتوكس. البوتيولينيوم توكسين ده بكتيريا الكلوستريديوم بوتيولينيوم دي بتبقى موجوده في الفسيخ البايظ، الفسيخ البايظ اللي بيبقى عليه الكلوستريديوم بوتيولينيوم اللي بيموت بقى. الكلوستريديوم بوتيولينيوم توكسينز دي يا جماعه التوكسينز بتاعتها دي كفيله ان هي شويه اجزاء بسيطه جدا منها قد تقدر ان هي كفيله ان هي تقتل البشريه كلها. الكائن الحي الواحد ممكن يموت بحاجه كده، جزيئات من النانو كده من التوكسينز دي. ده بالنسبه للكولستريديوم بوتيولينيوم. في عندي حاجه ثانيه اسمها الكولستريديوم ديفيسيل. الكولستريديوم ديفيسيل دي موجوده عندي طبيعي في الكولون، في كاحد المكونات بتاعه النورمال فلورا، ولو حصل لها اوفر جروس تعمل حاجه اسمها سودو ممبرينس كولايتس ويعمل دايريه وكده، وده اللي بيبقى ناتج من استخدام المضادات الحيويه لفتره كبيره، يبدا يحصل اوفر جروس للكولستريديوم ديفيسيل دي. وفي عندي الكولستريديوم بيرفرجينز، وعندي الكولستريديوم تيتاني بتاعت التيتانوس، كولستريديوم تيتاني ده الكولستريديوم سبيشيز. في عندي بقى يا جماعه جرام نيجاتيف بكتيريا، في عندي الكوكساي نيسيريا جونوريا ونيسيريا مننجايتس، في عندي الباسيلاي اشريشيا كولاي، كلنا عارفين اشريشيا كولاي من احد البكتيريا اللي بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، انفكشن في الجهاز الهضمي تعمل دايريا، وفي جهاز التناسلي اليورين تراكت انفكشن، فيبرو كوليرا وده الكوليرا، الكليبسيلا سبيشيز في منها الكليبسيلا نيومونيا بتعمل المشاكل بتاعه النيومونيا خاصه عند الرضع، ودي من البكتيريا المتوطنه في الحضانات بتاعه الرضع اللي بيدخلوا الحضانات، ده الكليبسيلا نيومونيا. السالمونيلا سبيشيز، السالمونيلا تايفي اللي هي بتاعه التايفويد، حمى التايفويد، شيجيلا والبروتياس سبيشيز، دي كلها سبيشيز يعني في عند تحت تندرج تحتها انواع من البكتيريا. سودوموناس اريجونوزا من حاجات كده، مش اي حاجه، مش اي مضاد حيوي يقول لك شغال على السودوموناس اريجونوزا، يعني يقول لك مضاد حيوي شغال على الجرام بوزيتيف شويه جرام بوزيتيف ستاف ستريب، وشغال على الجرام نيجاتيف اشريشيا كولاي وشويه حاجات كده انكلود سودوموناس اريجونوزا. وفي مضادات هيقول لك شغال على الجرام نيجاتيف بس مش شغال على السودوموناس اريجونوزا. خلي بالك السودوموناس اريجونوزا من ضمن الانفكشن، لو صابت العين تعمل العين الخضراء اللي هي جرين اي، هي او لو صابت الجهاز التنفسي تعمل السوائل الخضراء دي، اسم دي اللي لها علاقه باللون الاخضر لما يبقى فيه انفكشن عندها. ده بالنسبه للسودوموناس اريجونوزا. الهيليكوباكتر بايلوري كلنا عارفينها طبعا، لما اشتغلنا على
شابتر الجي اي تي واتكلمنا على البيبتيك السر والبيبتيك السر ديزيز، كلنا عرفنا الهيليكوباكتر وشغلها دي اللي بتعمل قرح المعده والاثنا عشر، الليجونيلا النيوموفيليا والهيموفيلس انفلونزا. الهيموفيلس انفلونزا من الحاجات اللي بتشتغل على بتعمل مننجايتس وتعمل كمان ريسبيراتوري تراك انفكشن، البروسيلا سبيشيز والبورتيديلا برتيوزس اللي هي اللي بتعمل السعال الديكي، بورتيديلا برتيوزس اللي هي بتعمل السعال الديكي. ده بالنسبه للبكتيريا جرام نيجاتيف. في عندي نوع كده اللي هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، بيسموه كده الاسيد فاست بكتيريا اللي هو المايكوبكتيريوم، يعني حاجه كده منفصله يعني مش شغاله على لا هي بوزيتيف ولا هي، في ناس تقول هي تحت تندرج تحت جرام بوزيتيف ولا لا، انا عايز افصلها لوحدها اللي هي المايكوبكتيريوم. في عندي نوعين، المايكوبكتيريوم ليبرا اللي هو الليبروزي اللي هو الجزام، ودي من الحاجات الخطيره جدا، والمايكوبكتيريوم تيوبركيوزيس اللي هو التي بي اللي هو مرض السل الجزام والسل. دي كده بعد ما نشرح الادويه انتي بايوتكس هيبقى ليهم ادويه منفصله، ليهم ادويه منفصله. السلايد دي يا جماعه حاول تحفظ على قد ما تقدر من المعلومات اللي قلناها، في معلومات قلناها كده وفي معلومات مكتوبه، دي كلها معلومات هنعرفها بعدين. طيب في تقسيمه كده اكوردنج تو سايت اوف انفكشن، يعني نمسك كده اورجان اورجان ونشوف ايه اللي المننجايتس اللي هو المننجاي اللي هو الغشاء اللي محيط بالمخ كده لما يحصل له مننجايتس فيبقى في انفلاميشن فيه بنقول عليه مننجايتس. ايه اللي ممكن يعمل مننجايتس؟ ستريبتوكوكس نيمونيا نايسيريا مننجايتس هيموفيلس انفلونزا. احفظ الثلاثه دول، دول اشهر ثلاثه يعملوا المننجايتس. الاي انفكشن ستافلوكوكس اوريس والنيسيريا جونوريا والكلاميديا التراكوموتس، دي التراكوما مرض التراكوما، والنيسيريا جونوريا دي من الحاجات الخطيره لو البيبي لو الست عندها نيسيريا جونوريا وابتدت او الكلاميديا وحامل والبيبي نزل وممكن يحصل له انفكشن في الاي، دي ممكن يحصل له يتعمي فيها كمان. وحاجه كمان يا جماعه السودوموناس اريجينوزا من الحاجات اللي بتصيب العين وتعمل حاجه اسمها جرين اي. ساينوسايتس انفكشن بقى في الجيوب الانفيه، ستريبتوكوكس نيمونيا والهيموفيلس انفلونزا تايتس ميديا ستريبتوكوكس نيمونيا. دي كاكزامبلز، ممكن اي بكتيريا ثانيه تشتغل اه، بس دي كاكزامبلز لاشهر البكتيريا اللي تشتغل على الحاجات دي. الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن يعني التهاب الحنجره والالتهاب والحاجات دي بتبتدي ستريبتوكوكس بايوجينز والهيموفيلس انفلونزا. بقى النيومونيا بقى الانفكشن بقى اللي جوه مش الابر بقى ريسبيراتوري تراكت انفكشن، اللوير بقى ريسبيراتوري تراكت انفكشن يعمل بقى نيومونيا. في بقى كوميونيتي اكوايرد وفي هوسبيتال اكوايرد. الهوسبيتال اكوايرد دي بتبقى اخطر لان بتبقى البكتيريا متوطنه في المستشفى تعمل مشاكل اكتر. الكوميونيتي اكوايرد ستريبتوكوكس نيومونيا الهيموفيلس انفلونزا كوكس اوريوس اتيبيكال بقى حاجات بقى اتيبيكال ممكن تعمل نيمونيا، مايكوبلازما نيمونيا، كلاميديا نيمونيا، ليجونيلا نيمونيا، تريو تي بي بقى من الحاجات اللي بتعمل نيمونيا، جاسترايتس بقى ده اللي يعملوا بقى هليكوباكتر بايلوري، فود بويزنج تسمم بالطعام، واحد بقى جاله فود بويزنج، حاجات كتيره ممكن تعمل اشهرهم السلمونيلا والشيجيلا والحاجات دي كلها والاستاف اوريس والاشريشيا كولاي. يورين تراكت انفكشن اشهرهم على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق هي الاشريشيا كولاي كشغلها في اليورين تراكت انفكشن، لذلك البكتيريا بتاعت اليورين تراكت انفكشن كلها جرام نيجاتيف. لما نيجي تشتغل على مضادات حيويه تشتغل في جهاز اليورين تراكت لما يحصل له انفكشن، هنا بقى نبدا نشتغل على مضادات حيويه شغاله على جرام نيجاتيف اكتر. السيكشوال ترانسميتد ديزيز دي درسناها في الجزء اللي هو اليورين تراكت سيستم، اشتغلنا على الحاجات بتاعه السيكشوال ترانسميتد ديزيز. السكين انفكشن الستاف والستريب اشهر حاجه للسكين انفكشن اشهر حاجه يبقى جرام بوزيتيف. يبقى لو كده هتكلم على النيمونيا على يعني لو هنمسك كده من الجايتس عرفناها سكين انفكشن جرام بوزيتيف، يورين تراكت جرام نيجاتيف، الحاجات بتاعه الجي اي والفود بويزنج معظمها جرام نيجاتيف، النيومونيا في منها البوزيتيف وفي منها النيجاتيف. فابتدي الموضوع ابتدى يتفتح في دماغي شويه، يبقى ابتدى لما اجي اتكلم عن مضاد حيوي اعرف هو شغال على بوزيتيف ولا نيجاتيف، اعرف الانفكشن اللي موجود فين واقدر اوصف المضاد الحيوي بشكل ممكن ينفع مع البكتيريا دي. ده بالنسبه لاكوردنج تو سايت اوف انفكشن، مش عايزك تعرف كله احفظ على قد ما تقدر. ده بالنسبه للكلاسيفيكيشن بتاع البكتيريا. هبقى اتكلم في شويه داتا بقى، هتكلم بقى على نرجع تاني خلصنا بقى الميكروبيولوجي بقى، اتكلم بقى شويه انتروداكشن كده على الانتي مايكروبيال ايجنتس، اتكلم على الانتي مايكروبيال ثيرابي العلاج بالانتي مايكروبيال، ايه الانواع الثيرابي بتاعت الانتي مايكروبيال ثيرابي، انواع الانتي مايكروبيال ثيرابي، انواع الثيرابي في الانتي مايكروبيال ثيرابي عندي يا جماعه ثلاث حاجات، في حاجه اسمها الامبيريك ثيرابي وحاجه اسمها الديفينيتيف ثيرابي، حاجه اسمها بروفايلاكتيك ثيرابي. دي بقى يعني حاجات مهمه شويه ممكن ايه تتسال فيها.
امبيريك ثيرابي يعني تجريبي او تخميني، بيعتمد على الاكسبيرينس بتاعتك. يعني انت كده متعود كده لما واحد مثلا يبقى عنده يورين تراكت انفكشن تطلع له مثلا مضاد حيوي مثلا زي سيبروفلوكساسين، ده من الحاجات اللي شغاله على اليورين تراكت انفكشن، وتروح تقول له اعمل مزرعه. فبالتالي انت مش المزرعه بتاخد لها وقت، بتاخد لها مثلا يومين ولا حاجه، فانت مش هتستنى المريض عنده مشاكل في البول وعنده حرقان وهو هتروح تقول له اعمل لي مزرعه عشان نعرف المضاد الحيوي اللي ينفع للبكتيريا اللي عندك. ما المزرعه دي بتعمل ايه؟ بتجيب بياخد العينه بتاع المعمل وفني المعمل ويبدا ان هو يشتغل عليها ويحط مثلا بيعمل كذا كذا كروس من البكتيريا ويحط عليها يجرب عليها مجموعه من الانتيبيوتكس ويعرف الانتيبيوتك اللي هيقدر ان هو يشتغل على البكتيريا ويموتها، ويقول لك ده البكتيريا دي الانتيبيوتك اللي هيموتها كذا وكذا وكذا. فانا بالتالي مش هخلي المريض ينتظر معايا. وفي كمان ممكن يطلب بعض الانفكشن يطلب مزرعه في الدم. مزرعه في الدم دي بتاخد لها وقت كبير، بتاخد لها مثلا وقت كبير، فبالتالي انا مش هستنى ده كله، مش هخلي المريض البكتيريا تبهدله قوي كده والفيفر عنده تعلى والانفكشن ممكن في النيمونيا ويدخله بقى في النيمونيا، ممكن يدخله في ابنيا لا انا عايز اجرب معاه مضادات حيويه وبالتالي انتظر النتيجه المعمليه، وممكن النتيجه المعمليه تقول لي لا ده المضاد الحيوي اللي انا كنت بستخدمه واكمل عليه عادي، او اعمل شيفت بقى لمضاد حيوي بعد النتيجه ما تظهر. هنا بقول على العلاج ده، طريقه العلاج دي اسمها الامبيريك ثيرابي او الانيشال ثيرابي، انيشال عشان انا ببدا بيها، او بلايند ثيرابي اللي هي العمياني، يعني بيبدا كده عمياني، او الامبريلا اللي هي المظله، او ان انا اغطي، يعني ان انا اخد مضادات حيويه اغطي بيها اعمل كفر للانفكشن دي، او الامبيريكال ثيرابي ان انا اجرب. يعني دي كلها مصطلحات بتفيد ان انا دلوقتي بشتغل تجربه على الاكسبيرينس بتاعتي على خبرتي، وباخد مضادات مجموعه من المضادات الحيويه بتبقى يعني واخده مجال كبير كده من البكتيريا شغاله على النيجاتيف والبوزيتيف، وبجرب وبشتغل بيها على حسب خبرتي وتجربتي كدكتور شغال على الموضوع ده من فتره كبيره وبيتعرض عليا حالات كتيره فبشتغل عليه تمام. وبطلب من المريض ان هو يعمل يروح المعمل عشان ابدا ان انا اعمل كونفرميشن او ان انا اغير المضاد الحيوي ده. زي ايه كاكزامبل؟ زي واحد عنده كوميونتي اكواير نيمونيا، بعالج بقى النيمونيا دي معظمها كده ادي ماكرولايتس زي الازيثرومايسين، ده عيله يا جماعه من المضادات الحيويه. انا الحلقه دي ممكن بعض الناس تلاقي مصطلحات، يعني ايه ماكرولايتس؟ يعني ايه فلوروكنيلونز؟ دي عائلات من المضادات الحيويه. انا عايزك يعني لو حاجه زي دي وقفت معاك مش تركز قوي، مش مهم، انت كده كده ده احنا لسه هندرس كل عيله لوحدها. يعني الحلقه دي على قد ما تقدر جمع منها معلومات، مش لازم تجيب يعني الكلمات كلها، على قد ما اقدر هحاول اوضح لك. بس مش ما تتخ... يعني لو لقيت الموضوع صعب عليك ما تتخضش، والموضوع سهل جدا، انا عايزك بس تعديها كده معايا وهنمسك حاجه حاجه واحده واحده. دي مجرد مقدمه، واصعب حلقه من الحلقات اللي انا بقدمها بصراحه المقدمه، سواء احضرها او اسجلها. ببقى خايف لو واحد، طبعا انا بعمل حساب ان في واحد مش معايا خالص ما ذاكرش الموضوع ده خالص، فبعمل حسابي ان هو بيسمعني دلوقتي، وببقى حريص جدا ان ما بقولش حاجه وتعديه. فهي دي من الحاجات الصعبه، ان انا بجيب من كل حته معلومه، من كل حته معلومه جرامستين، واروح مقسم البكتيريا واقول بقى انواع من كل حته معلومه. فبالتالي محتاج تركيز شويه، وحاول لو في حاجه عدتك مش مشكله، كل ده هنعيده مرة أخرى، ولكن احنا عايزين نفتح دماغنا قبل ما نشرح الحلقات التفصيلية بتاعتنا في الانتيبيوتكس. طيب الماكرولايتس دي عيلة من العائلات، تحتوي على الاريثروميسين والازيثروميسين الفلوروكينيلونز، ايضا من العائلات بتاعت الانتيبيوتكس. فدي من ضمن الحاجات اللي بيتم استخدامها كده في الكوميونتي اكوايرد نيمونيا. طيب ده بالنسبة للامبيريك ثيرابي. في حاجة اسمها الديفينيتيف ثيرابي، تعريفي بقى ان انا خلاص بقى اعرف ايه البكتيريا دي. دي بقى بتظهر امتى؟ بعد ما المزرعه تيجي او بعد ما نتيجه التحاليل تيجي، ببدا ان انا ايه استخدم وابدا استخدم نار سبيكترم من المضاد الحيوي. يعني استخدم مضاد حيوي نار سبيكترم. نار سبيكترم يعني ايه؟ كده لسه هنفسرها دلوقتي في السلايد اللي بعدها. انواع السبيكترم، في حاجه اسمها نار وفي حاجه اسمها برود. نار يعني شغال على نوع نوعين من البكتيريا، برود يعني شغال على جرام بوزيتيف بقى وشويه جرام نيجاتيف، يعني شغال على مجموعه كبيره كده من البكتيريا. نار سبيكترم، طب ليه استخدم نار؟ ما هو نار بس سبيسيفيك، هو ناره بس سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني هو ناره شغال على نوعين ثلاثه من البكتيريا بس بيقتلهم، لان البكتيريا اللي ظهرت عادي جاي معاه. فانا هستخدم ناره ليه؟ هستخدم ناره اولا هقلل الكوست، لان النار المضادات الحيويه النار سبيكترم رخيصه، يعني هقلل الكوست، هقلل التوكسيسيتي، همنع الانتي ميكروبيال ريزيستنس. يبقى انا لما تيجي لي نتيجه المزرعه النتيجه هتبقى سبيسيفيك معايا المضاد حيوي،
لو كذا مضاد حيوي في كذا نوع اختار النارو. ليه نارو؟ لان انا مش عايز اعمل ريزيستنس. البكتيريا دي يا جماعه بتبدا تتعرف على المضادات الحيويه وتخترع طريقه تقاوم بيها، فبالتالي لما ابدا بالحاجات التقيله وانا معايا مزرعه فيها حاجات خفيفه من مضادات حيويه نارو سبيكترم، يبقى انا ابدا بالنار عشان ايه الثلاث حاجات دول. ده بالنسبه للديفينيتيف ثيرابي. في بقى علاج كده اسمه بروفايلاكتيك ثيرابي، يعني علاج وقائي. هل ممكن يتم استخدام علاج وقائي؟ اه، في زي ايه؟ واحد راح يعمل عمليه جراحيه جرح مثلا او حاجه، طب ما انا ممكن اديله ببدا اديله مضادات حيويه، ابدا بشتغل معاه في الجروح، ابدا اعمل له الجرح وكده، زي ايه سيرد جنريشن سبورس بتستخدم في الجروح الجراحيه. تمام. وفي حاجه تانية ممكن يتم استخدام الدوكس سايكلين في كبروفايلاكتيك في الترافلرز دايريا، الناس اللي هم واحد راح مسافر مثلا وممكن يجي له اسهال اللي هو اسهال السفر اللي هو ترافلرز دايريا، فبياخد قبل ما يطلع من السفر اللي هو الدوكس سايكلين ان هو عشان يحميه او بروفايلاكتيك من الترافلرز دايريا. فده علاج بسميه بروفايلاكتيك، هو لسه مش اصاب، لسه ما جالوش الانفكشن، ولكن انا بحميه. ثلاث حاجات يا جماعه مهمه قوي، عايزك تعرف يعني ايه امبيريك ثيرابي، يعني ايه ديفينيتيف ثيرابي، يعني ايه بروفايلاكتيك ثيرابي. حته تانية بقى انا بختطف كده، بمسك كده واختطف من كل حاجه حاجه. حاجه اسمها بكتيريوستاتيك وحاجه اسمها بكتيري سايدال. ستاتيك جاي من ستيز ستاتيك بوقفه، ستاتيك سايدال بمول، ده المصطلح. بكتيريوستاتيك ان انا اعمل انهبيت للجروس او ريبليكيشن بتاع البكتيريا من غير ما اقتلها. ستاتيك اوقف نموها، يعني اوقف نمو البكتيريا بس ما اقتلهاش. يعني ايه؟ يعني البكتيريا دي بتصنع البروتين سينسز عشان تنمو، اوقف نمو عمليه تصنيع البروتين سينسز، فبالتالي هتقف نمو ومش هتقدر تتكاثر، ما هيبقى الريبليكيشن بتاعها هيقف. طب مين اللي هيموتها؟ الجهاز المناعي بقى يبدا يساعد معايا. هو كده كده الجهاز المناعي بيساعد معايا وبيشتغل معايا، فهيبدا يشتغل معايا ويموت البكتيريا دي. يبقى انا عندي دلوقتي المضادات الحيويه ممكن تتقسم الى مضادات حيويه بكتيريوستاتيك ومضادات حيويه بكتيريسايدر، وفي مضاد حيوي مثلا او مضادات حيويه بكتيريوستاتيك على انواع معينه من البكتيريا وبكتيريسايدر على انواع معينه. فكلمه بكتيريوستاتيك ان هو هيوقف نموها، ودي المضادات الحيويه اللي شغاله على البروتين سينسز زي السلفونامايدز والتترا سايكلينز، دي عائلات يا جماعه، والماكرولايدز عائلات من المضادات الحيويه بتعمل انهبيت البروتين سينسز، فبالتالي هتوقف نمو البكتيريا بس مش هتموتها، فبطلق عليها مصطلح بكتيريوستاتيك. طيب واحد عنده الايدز، الايدز يعني جهاز المناعه عنده متدمر، فبالتالي مش هينفع استخدم معاه بكتيريوستاتيك، لان البكتيريوستاتيك بحتاج الجهاز المناعي معايا. لا، هنا هستخدم جرعات عاليه من البكتيريوسايدال، وان انا هبدا ان انا ازود الديوريشن اوف ثيرابي معايا، وهبدا ان انا استخدم بكتيريوسايدال، مش هينفع استخدم معاه طبعا بكتيريوستاتيك. في مصطلح يسمى مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن ام اي سي، ده ايه معناه؟ عايزك تعرف المعنى بس. ده المينيمم كونسنتريشن بتاع الدواء اللي هيقدر يعمل انهبيت للجروس بتاع المايكرو اورجانيزم، يعني اقل تركيز من التترا سايكلين ان هو يعمل انهبيت للجروس بتاع البكتيريا دي. التركيز ده بقى بسميه مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. بكتيري سايدر اكيد عرفنا المعنى، ان هو دايركت بيقتل البكتيريا، دايركت بيقتل البكتيريا، ودي الحاجات اللي شغاله على الاماكن الحيويه في البكتيريا، زي الحاجات اللي شغاله على السيلول اللي بتضرب البيبتيريوجلايكان. واحد يقعد يفكر ايه البيبتيريوجلايكان ده؟ لا حرام عليك، البيبتيريوجلايكان عدنا نقول قالب طوب واسمنت وبتاع يا راجل، اوعى تنسى البيبتيريوجلايكان. زي ايه؟ زي البيتا لاكتامز انتي بايوتكس، زي البنسلينز، عيله البنسلينز وعيله السيفالوسبورنز، والعائلات اللي شغاله على السيل ممبرين زي مضاد حيوي اسمه الدابتومايسين، والعائلات اللي شغاله على الدي ان ايه بتاع البكتيريا زي عائله الفلوروكينولونز، دي كلها بتموت البكتيريا. لما اقول مصطلح مينيمم بكتيريسايدال كونسنتريشن ام بي سي، ولكن مش ام بي سي كالمحطات الفضائيه، لا، ام بي سي مينيمم بكتيريسايدال كونسنتريشن، ده اقل تركيز من الدواء ان هو يعمل ايه؟ كل، حط تحت خط كل المايكرو اورجانيزم، اما الثاني انهبيت الجروس بتاع المايكرو اورجانيزم. في طبعا بعض المضادات الحيويه ممكن تشتغل بكتيريوستاتيك على انواع من البكتيريا وبكتيريوسايدر على انواع البكتيريا، زي اديني اكزامبل كده، زي المضاد الحيوي اللينزوليت. اللينزوليت ده من المضادات الحيويه هتكلم فيها طبعا بشكل موسع في الحلقات القادمه، بيشتغل على البروتين سنس وبيشتغل مينلي على جرام بوزيتيف. اللينزوليت ده يا جماعه بيبقى بكتيريوستاتيك على الاستاف اوريوس والانتيروكوكساي، اما بكتيريسايدال على الستريبتوكوكس نيومونيا. ده بالنسبه اختصار هنا اس يا جماعه ستريبتوكوكس نيومونيا، وممكن نقول اس اوريوس يعني ستاف، او يعني الاختصارات دي هتعرفها بعدين، مش هنقعد بقى نفسر كده ونكتب البكتيريا كده اسمها الكامل. ده بالنسبه لمصطلح بكتيريوستاتيك بكتيريسايدال. نقلب ونعرف حاجه تانية، ايه هي العوامل
اللي بتؤثر على السليكشن بتاع الانتي ميكروبيال ايجنتس. يعني ايه العوامل اللي بتحدد اختيارك للانتي ميكروبيال ايجنتس؟ 6 عوامل. ان انا اعرف الباثوجين، ان انا اعرف البكتيريا او المايكرو اورجانيزم، اعرفه ايه هو، دي اهم عامل. مع ان انا لما اعرفه اقدر اخش واستخدم واختار الانتي ميكروبيال، ده اول عامل. تاني عامل السايت اوف انفكشن، كل العوامل دي بتتفق مع بعض. يبقى انا ممكن اختار مضاد حيوي بس السايت اوف انفكشن مثلا في في البرين مثلا او في المخ، فانا ما اقدرش اشتغل حاجه تعدي البلاد برين بارير، ففي حاجه ما بتعديش البلاد برين بارير، او حاجه الامتصاص بتاعها استخدمها اورال روت ولكن امتصاصها ضعيف، بتشتغل لوكالي في الامعاء لوكالي، ما بتمتصش، فبالتالي السايت اوف انفكشن هنا في الجسم ما يقدرش يحصل ابزوربشن. يبقى انا لازم اعرف السايت اوف انفكشن. ثالث حاجه البيشنت فاكتورز، عوامل ليها علاقه بالبيشنت نفسه. رابع حاجه الفارماكوكاينيتكس بتاع الدواء نفسه الانتي ميكروبيال. خامس حاجه الانتي ميكروبيال سيفتي، السيفتي بتاعت الانتي ميكروبيال. سادس حاجه الكوست، ودي حاجه يمكن ما فيش حد بيركز فيها قوي ولكن مهمه جدا جدا، ان انا اعرف الكوست بتاع الدواء. ممكن يبقى في دواء رخيص مضاد حيوي ورخيص ومضاد حيوي غالي، الاثنين فعليه لازم اختار الرخيص، لان الكوست هنا من احد العوامل اللي بتاثر على الاختيار بتاعي. نمسك واحد واحد، هنقول معلومات عامه، دي كلها معلومات عامه. اول حاجه الايدنتيتي بتاعه الباثوجين، انا اعرف الباثوجين، مهم قوي ان انا اعرفه عشان اقدر اعمل اختار سبيسيفيك انتي ميكروبيال ايجنت. السايت اوف انفكشن، لازم كده المضاد الحيوي الانتي ميكروبيا او المضاد الحيوي اللي اختاره يبقى ليه اديكويت كونسنتريشن، مركز كده تركيزه، يبقى يروح للسايت اوف انفكشن بشكل مركز. الليبل سولوبيليتي، لو في حاجه محتاجه ان هي تدخل برين لازم يبقى لها ليبل سولوبيليتي عشان تعدي البلاد برين بارير. المولكولار ويت، لازم يبقى المضاد الحيوي في اللو مولكولار ويت، الابيليتي ان هو يدخل البلاد برين بارير بتبقى عاليه، والابيليتي بتاعت ان هو يحصل له ابزوربشن بتبقى عاليه. عندي مثال مثلا مضاد حيوي اسمه البانكومايسين. البانكومايسين ده لو شفت الاستراكشر بتاعه حاجه كده كلكعه كده كبيره كده، ده ليه هاي مولكولار ويت، ما بيمتصش بشكل بورلي ابزوربشن، وما بيمتصش، بيتاخد عن طريق الحقن، الاستخدام عن طريق الحقن. ليه؟ لانه ما ينفعش عن طريق الاورال، ولكن في منه كبسولات، عشان تبقوا عارفين في منه كبسولات. الكبسولات دي مش بتمتص، ده بتشتغل لوكالي في انواع من انواع الدايريه اللي هو سودو ممبرينس كولايتس، بيشتغل لوكالي، يمشي كده بيدخل في الامعاء كده ويمشي ويقتل البكتيريا في الامعاء، فهو لوكالي الكبسولات دي لوكال. اما البانكومايسين الحقن بتشتغل، بتتاخد حقن. ليه؟ لان الاورال ابزوربشن بتاعه امتصاصه ضعيف جدا جدا عشان هاي مولكولار ريت، فبالتالي مش هيعدي حتى بلاد برين بارير، حتى لو في مننجايتس، لان المننجايتس بتوسع شويه من البلاد برين بارير، فاي حاجه ممكن تعدي منها، حتى لو في مننجايتس ما يعديش البانكومايسين. فدي حاجه من الحاجات المهمه قوي ان انا اعرف السايت اوف انفكشن عشان اقدر اختار المضاد الحيوي. البيشنت فاكتورز، عوامل ليها علاقه بالبيشنت. الاميون سيستم مهم قوي، يعني مريض عنده الايدز اتش اي في انفكشن، مريض الكوليزم، مريض دايابيتس، مريض ما عنده مشاكل في التغذيه، مريض عنده اوتو اميون ديزيز، او البريجننسي، او الناس الكبار في السن، الناس دي يا جماعه جهاز المناعه بتاعها بيبقى ضعيف شويه، فبالتالي محتاج ان انا استخدم معاها بكتيريوسايدال ايجنت. مش هينفع استخدم بكتيريوستاتيك مع الناس دي، وكمان هزود الجرعه بتاعه المضاد الحيوي واستخدم لونج كورس من العلاج علشان اقدر اعالج الناس دي. ده بالنسبه للاميون سيستم، عامل من العوامل من البيشنت فاكتورز، العوامل المتعلقه بالمريض نفسه. الرينال فانكشن مهم جدا، يبقى انا ما ينفعش استخدم مع واحد عنده مشاكل في الكلى مضادات حيويه بتاثر على الكلى اصلا زي الفانكومايسين والامينو جلايكوسايدز، وخاصه لو تم استخدام الاثنين دول مع بعض، على فكره بيعملوا مشاكل توكسيستي في في في, في الكدني، والامينو جلايكوسايد من الحاجات اللي بتعمل نيفرو توكسيستي، فبالتالي محتاجه راعي حته الرينال فانكشن عند المريض، لان دي مهمه قوي، وفي حاجات لو هضطر ان انا استخدمها لازم اعمل دوز ادجستمنت. اما الهيباتيك فانكشن، الوظائف بتاعه الكبد مهمه اي ايضا، لان في بعض المضادات الحيويه زي الاريثرومايسين والدوكسايكلين محتاج ان انا ابعدهم عن المرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد، لان الحاجات دي من ضمن الكبد ان هو بيبدا ان هو يشتغل عليهم بيشتغلوا على السيتوكروم دي ويعملوا مشاكل، ويعني الكبد هو المسؤول عن الخروج بتاعهم او الميتابوليزم بتاعهم، فبالتالي محتاج ان انا استخدمهم في الناس اللي ما عندهمش مشاكل في الكبد. من ضمن البيشنت فاكتورز ايضا البرفيوجن، عمليه السيركيوليشن مهمه قوي، يعني مثلا الناس اللي عندهم دايابيتس بيبقى عندهم مشاكل في السيركيوليشن في اللوير ليمبس، فبالتالي لو ممكن استخدم مضادات حيويه صعب ان هي تصل للمنطقه دي، فبالتالي دي نقطه مهمه جدا انا اعرفها عن البيشنت. العمر يا جماعه مهم، نيو بورنز، الناس الرضع اللي لسه مولودين دول بيبقى عندهم مشاكل في الاليمينيشن وفي الكيدني والليفر، يعني الدواء لما بيستخدم عمليه ان هو الديفلوبمنت بتاعه الكيدني بتاعتهم لسه مش قوي،
والليفر بتاعهم الديفلوبمنت لسه مش قوي، فمش هيقدروا العضوين دول مش هيقدروا يعملوا اليمينيشن لبعض الادويه. فبالتالي لو تم استخدام الكلورام فينيكول عندهم، الكلورام فينيكول ده محتاج انزيم عشان يحصل له جلوكورينديشن ويخرج. الانزيم ده لو مش موجود، طبعا مش موجود عند نيو بورنز دول، فيعمل حاجه اسمها جراي بيبي سيندروم، يعمل لهم اعراض اسمها جراي بيبي سيندروم هنعرفها. فبالتالي مش هينفع يستخدم معاهم الكلورام فينيكول وكمان الصلفه، ادويه الصلفه، لان الناس دي الصلفه بتخرج عن طريق الكدني، فبالتالي والكلورام فينيكول محتاج الانزيم بتاع الليفر، فبالتالي عندهم مشاكل في الديفلوبمنت بتاع الليفر والكدني، يبقى انا مش هستخدم العيلتين دول. اليونج تشيلدرن، الاطفال الصغيرين اللي هم في سن كده تحت ال 15 سنه، مش هينفع استخدم معاهم عائله التتراسايكلينز والكينولونز. انا عارف ان في كلام اختلف، بس ده مش محور حديثنا، احنا بنتكلم في انترودكشن، لسه لما نخش بالكينولونز هنبقى نقول الكلام ده عشان الناس اللي مركزه معانا قوي وعندها معلومات في الكلام ده هنقوله. ولكن خلينا نتكلم كجنرال او معلومات بيزكس، ان التتراسايكلين والكينولونز مش هينفع نستخدمهم. ليه؟ لان التتراسايكلين بتاثر على امتصاص الكالسيوم، فهتعمل له مشاكل في البون جروس. الكينولونز بتعمل مشاكل في الجوينتس، فبالتالي مش الشخص ده ممكن نموه ما يقف، يعني ما يطولش، ودي مشاكل هنتكلم عليها بعد كده. يبقى اليونج تشيلدرن دي بالنسبه للعوامل اللي لها علاقه بالبيشنتس عشان اختار المضاد الحيوي، فهبعد عنه من المضادات الحيويه دي. بعد كده الناس الكبار في السن الديرلي بيشنتس دول، الناس دول اصلا لما يكبروا في السن عندهم مشاكل في وظائف الكلى والكبد، فبالتالي محتاج اظبط معاهم جرعات بعض المضادات الحيويه. طيب بالنسبه للبريجننسي، مهم قوي طبعا اي دواء بالنسبه للبريجننسي مهم قوي ان انا اعرف الكاتيجوري بتاعه عشان اقدر استخدمه، وعلى قد ما اقدر ما استخدمش ادويه في الحمل، حتى لو A او B على قد ما اقدر ما استخدمش، ولكن لو اضطر محتاج ان انا استخدم اكتر حاجه امنه. ودي ملخص للمضادات الحيويه الامنه على حسب الاف دي اي كاتيجوري. عندي الاي وده التصنيف، كل ده كلنا عارفين الكلام ده طبعا، درسناه قبل كده في فارما تيوب، اي وبي وسي ودي واكس، التصنيفات بتاعه الاف دي اف دي اي. عندنا مثلا الحاجات اللي نبعد عندها خالص عند البريجننسي اللي هو الكاتيجوري دي، التتراسايكلين، التتراسايكلينز ما نستخدمهاش لان بتاثر على الكالسيوم والنمو العظمي بتاع الجنين. الامينو جلايكوسايدز اكسبت الجينتامايسين، الجينتامايسين ده من عيله الامينو جلايكوسايدز، ولكن ده بيدخل معايا في كاتيجوري سي. دي الحاجات اللي هي كاتيجوري سي، يعني لو لقينا ان النفعه بتاعتها اكتر من الضرر نستخدمها. اما الكاتيجوري بي دي الحاجات الامنه، دي بالنسبه لتلخيص الست الحامل والاف دي اي كاتيجوريز بتاعتها في الادويه بتاعه الانتي بايوتكس. مش عايزين ندخل في تفاصيل قوي، ده كله لسه هيتشرح تاني، ولكن انا عايز اعرفك ان البريجننسي عامل من العوامل البيشنت فاكتورز اللي انا هختار فيها المضاد الحيوي. اللاكتيشن طبعا الست اللي بترضع مهم قوي ان انا اعرف المضادات الحيويه. يا جماعه خروجها عن طريق الملك قليل، انا عارف ان الخروج بتاعها عن طريق الملك قليل، ولكن مهما كان في بعض المضادات الحيويه مهما كان قلتها، لو البيبي ده عنده فافيزم، عنده انيميا الفول، او عنده مش اللي هو الديفيشنسي بتاع الجلوكوز 6 فوسفيت دي الفيجنز انزيم، والست الثالثه تستخدم صلفه او كينولونز، كميه الصلفه والكينولونز اللي طالعه من الملك قليله جدا، ولكن البيبي ده اللي عنده الديفيشنز هيتاثر وممكن يحصل له هيموليسيس. ده بالنسبه للاكتيشن. دراج اليرجي، واحد عنده حساسيه من البنسلين اللي هي البيتا لاكتام انتي بيوتكس او دريفيتس بتاعتها، او عنده حساسيه من الصلفه، فبالتالي مش هينفع استخدم معاه الحاجات دي من المضادات الحيويه. دي كلها عوامل ليها علاقه بالبيشنت. رقم اربعه، الفارماكوكاينيتكس والروت اوف ادمنستريشن. الروتس اوف ادمنستريشن يا جماعه، عندنا بعض المضادات الحيويه زي الفانكومايسين، امينوجلوكوسايد، امفوتريسين بي. امفوتريسين بي ده انتي فانجر. الحاجات دي امتصاصها عن طريق الجي اي تي ضعيف جدا، فبالتالي مش هينفع استخدمها عن طريق الاورال. دي حته مهمه قوي في الفارماكوكاينيتكس. الانتي مايكروبيال سيفتي، مهم قوي ان انا اشوف السيفتي بتاعت الانتي، يعني اكتر حاجه امنه هي البنسلينز والسيفالوسبورنز، اقل حاجه امنه سوري اكتر حاجه امنه في المضادات الحيويه. اما الكلورام فينيكول ليها مشاكل كتيره قوي، حتى استخدامها دلوقتي بقى مقتصر ان هي ممكن تبقى موجوده في صوره قطره او حاجه. طيب الكوست، مهم قوي الكوست يا جماعه، يمكن مفيش حد بيفكر فيها وبرعيها قوي، لكن دي من احد العوامل اللي بتقول لي ان انا اختار المضاد الحيوي ازاي. زي مثلا مضاد، يعني مضادين حيويين لهم نفس الفعاليه، واحد رخيص قوي واحد غالي قوي. ليه هجيب الغالي قوي؟ زي مثلا هندي اكزامبل، بكتيريا اسمها ميساسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس اللي هي بنقول عليها مارسا. ميساسيلين ده نوع من انواع المضادات الحيويه، هنعرف المصطلح ده هنعرفه بعدين، بس انا عايزك تعرف ان ده نوع من انواع البكتيريا. النوع ده مقاوم للميساسيلين ومقاوم لمضادات حيويه كتير، فسموه ميساسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس. المرسى دي بيشتغل عليها مضادات حيويه زي الفانكومايسين والكليندامايسين والدابتومايسين والانزوليد. خلاص،
الفانكومايسين والدابتومايسين دول بيستخدموا عن طريق الحقن، حقن لو هيستخدموا في المرسى حقن، لينزوليت حقن واورال، كليندامايسين في منه اورال بس مش هيشتغل، ممكن ما يشتغلش قوي معايا في المرسى يعني. بس خلينا نتفق انهي من الحاجات دي اللي هختارها عن طريق ان انا اشتغل على المرسى. هحدد كذا حاجه. السايت اوف انفكشن، لو السايت اوف انفكشن هنا يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف الروت اوف ادمنستريشن بتاعت الحاجات دي، مهم قوي، واعرف الفورميوليشنز بتاعتها. السيفيريتي اوف النس، يبقى انا لو المريض ده مريض قوي قوي فانا محتاج حاجه اقوى شويه. دابتومايسين غالي، واللينزوليت، اللينزوليت دلوقتي هو اللينزوليت كبراند عالمي غالي شويه، بس دلوقتي لوكال في مصر بقى في براندات لوكال محليه بتتصنع وسعرها رخيص قوي، يعني مش رخيص بس سعرها حلو يعني، غير البراند العالمي طبعا سعره غالي جدا. خلاص، وده الوحيد اللي اورد، فممكن يبقى ده الاختيار، اللينزوليت يبقى هو ده الاختيار والكوست بتاعه. يبقى انا هفكر في الحاجات دي، ساتر انفكشن، سيفيريتي اوف النس، الابيليتي بتاعت ان هو يتاخد عن طريق الاورا، الكوست بتاع الدواء. دي حاجات يا جماعه من الحاجات، وده كاكزامبل يعني، كل في النهايه مش هتحفظ الكلام ده، بس عايز افتح لك دماغك ازاي الحاجات دي المضاد الحيوي بيتم اختياره. هندخل في حته ثانيه وهي الكيمو ثيرابيوتيك سبيكترا، الطيف او المجال بتاعه. يقول لي في مضاد حيوي نار سبيكترم، يعني ايه مجاله ناره، ضيق المجال او محدود المجال. يعني ايه محدود المجال؟ يعني شغال على بكتيريا او نوعين من البكتيريا، زي الايزونايزايد، الايزونايزايد شغال بس على مايكوبكتيريا تيوبركلوز اللي هو التي بي، شغال بس على كده، يبقى ده نار سبيكترم. طب ما هو يعني كلمه نار سبيكترم مش معناها ان هو ضعيف، مش معناها ان هو ضعيف، معناها ان هو بيشتغل على انواع قليله او محدوده من البكتيريا. الايزونايزايد بيستخدم مع ككومباينيشن مع في علاج التي بي، ولكن ده مش نارو سبيكترم، مش معناه ان هو ضعيف، لا، برود سبيكترم معناه ان هو بيقتل عدد كبير من البكتيريا، ده بالنسبه للنارو سبيكترم. في حاجه اسمها اكستند سبيكترم، ما بين النارو وما بين البرود، بصراحه يعني بيختلف التصنيف. الاكستند في ناس بتقول الاكستند دي حاجه اعلى من البرود، ولكن خلينا في التصنيف ده، ان الاكستند سبيكترم زي الامبسيلين والاموكسيسيلين، بنقول عليها الامينوبنسيلين، دي اعلى شويه من البنسيلين، يعني دخلت شويه جرام بوزيتيف مع شويه جرام نيجاتيف. البنسيلين كان شغال بشكل كبير على جرام بوزيتيف، عملوا بقى امينوبنسيلين اللي هو الامبسيلين والاموكسيسيلين، قال لك ده خد معايا شويه صم جرام نيجاتيف، قال لك ده اكستند سبيكترم. اما البرود سبيكترم لا، ده بقى ايه، واسع المجال. يقول لك تمسك علبه الدواء كده يقول لك مضاد حيوي واسع المجال، ده برود سبيكترم، ده زي الامبسيلين والاموكسيسيلين اللي هم الاثنين فوق، ضافوا عليها مركب من المركبات اللي هي تبع عيله اسمها بيتا لاكتاميز انهيبيتور. اللون الاحمر ده يا جماعه بنلونه لو في عيله دوائيه، عائله دوائيه، اللون ده لون الجينيريك نيم او اسم الدواء، يبقى دي عيله دوائيه، بيتا لاكتاميز انهيبيتور، زي الكلافيولونيك اسيد، لو كتبنا كلافيولونيك اسيد هنلونه باللون الازرق. تترا سايكلين، في عيله التترا سايكلين، لو حطينا اس نلون احمر، لو ما حطيناش اس يبقى احنا كده، يبقى احنا نقصد التترا سايكلين كدواء. فلوروكينولونز عائله، الكاربابينمز عائله، دي كلها من العائلات اللي هي شغاله بشكل كبير على مجموعه كبيره من جرام بوزيتيف ومجموعه كبيره من جرام نيجاتيف. ده بالنسبه للكيمو ثيرابيوتيك سبيكترم. كل دي انترودكشن، قربنا نخلص، ما تقلقوش، تعالوا بينا نخش في حته ثانيه، الكومباينيشن ثيرابي، يعني ان انا اعالج بكذا مضاد حيوي، اعمل كومباينيشن. بص، هو ايه المفضل؟ بص يا جماعه، سياسه استخدام المضادات الحيويه سياسه في عصرنا الحالي ليها تحذيرات عاليه جدا، مش عمال على بطال. والوضع اللي بيحصل دلوقتي، احنا لسه هندخل في اهم حاجه في حلقتنا، في السلايد اللي جايه، ان احنا نتكلم على الانتي ميكروبيال ريزيستنس، ودي اهم حاجه في حلقتنا، اللي هي مقاومه الانتي ميكروبال او الانتي بايوتيك ريزيستنس، مقاومه المضادات الحيويه. دي حاجه مهمه قوي وكارثه بتهدد العالم بشكل كبير. فالكومبينيشن ثيرابي لازم ابقى حريص شويه. ايه هي الحاجه الفيفربل اللي هي المفضله؟ ان انا استخدم سنجل ايجنت مضاد حيوي بس. ليه؟ علشان اقلل حاجه اسمها السوبر انفكشن. ايه السوبر انفكشن ده؟ سينكس، اهدى كده واستنى نعرفها بعدين. السلايد اللي جاي على طول. ان انا اقلل الريزيستنت بتاع المايكرو اورجانيزم. ان انا اقلل التوكسيستي، بدل ما حاجه يبقى لها توكسيستي واحده بس، يبقى انا بدل ما استخدم اثنين ليهم توكسيستي استخدم حاجه واحده، اقلل التوكسيستي، تمام؟ ولكن بعض الانفكشنز بتبقى لازم استخدم كومباينيشن، زي التي بي يا جماعه، التي بي ما بيتعالجش بسنجل ايجنت ابدا، تيبركلوز لازم كومباينيشن، خلاص؟ فبالتالي مش هينفع استخدم سنجل ايجنت. ده بالنسبه، طب في عندي ادفانتج وديس ادفانتج للكومباينيشن ثيرابي. الكومباينيشن ثيرابي يا جماعه
الادفانتج بتاعته ان هو بيديني سينرجستيك افكت. في بعض الكومبينيشنز اتعملت ليها سينرجستيك افكت زي مركب اسمه كو ترايموكسازول. كو ترايموكسازول ده اسم علمي بيشير الى مركبين مع بعض، ترايميسوبريم وسالفاميسوكسازول. الاثنين دول بقول عليهم كو ترايموكسازول. كو ترايموكسازول وجدوا ان استخدام الترايموسوبريم لوحده بيدي مثلا واحد نتيجه واحد، سلفا بسكسازول نتيجه واحد. الاثنين دول لو ضفناهم لبعض يديني سينرجستيك افكت، يديني تاثير مضاعف عن كل واحد لوحده. الكو اموكسي كلاف عباره عن اموكسيسيلين زائد كلافيرونيك اسيد، ده المثال اللي انا بقول لك عليه، اموكسيسيلين زائد بيتا لاكتاميز انهبيتور كلافيرونيك اسيد. استخدام الاموكسيسيلين لوحده والكلافيرونيك لوحده لما استخدم الاثنين مع بعض، الاثنين دول تاثيرهم اقوى من كل واحد لوحده. خلاص ده بنوع على سينرجستيك افكت. البيتا لاكتام زائد الامينو جلايكوسايد، خلاص دي حاجات كومبينيشنز كويسه. اما ما يجيش واحد يعمل لي كومبينيشن في نفس العيله، يعني ما يجيش واحد يدي مثلا امبسيلين واموكساسيلين، او امبسيلين او اموكساسيلين مع حاجه سفالوسبورن شغالين في نفس الميكانيزم مش عارف ساعه. دي حاجه بقى اسمها ايه، اي كلام بقى في اي حاجه. يبقى انا الكومبينيشن ثيرابي لما بيتعمل لو ليه سينرجستيك افكت يبقى يتعمل. اما ديس ادفانتج بتاعه لو ليه انتاجونيزم بقى، لو ليه افكت معاكس بقى، هستخدم مثلا تترا سايكلينز مع البنسلين. احنا عارفين ان التترا سايكلينز ده بكتيريوستاتيك والبنسلين والسيفالوسبور بكتيريوسايد. هنلاقي ان التترا سايكلين وقف تاثير البنسلين والسيفالوسبور، لان التترا سايكلين بقى ابتدى يعمل بكتيريوستاتيك افكت على البكتيريا، فبالتالي البنسلين ملوش لازمه هنا لان المفروض هيقتلها عشان يمنع عمليه الريبير. فهنا التترا سايكلين وقف العمليه الخلويه بتاعت، وقف نمو الخليه خالص وما ابتداش يصنع الانزيمز بتاعت الترانس بيبتيدز انزيم اللي بتصنع، فبالتالي البنسلين هيشتغل عليه السيفالوسبور عشان، فبالتالي ده اسمه انتاجونيزم بقى، ده شغل اسمه انتاجونيزم. ده بالنسبه يا جماعه للادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الكومبينيشن. هنيجي بقى نخش في اهم اخر حاجه كده في حلقتنا، واهم حاجه هنعرف الاول ايه هي السوبر انفكشن، وهنعرف بقى اهم حاجه في حلقتنا الانتي مايكروبيال ريزيست. بعد كده تعالوا بينا نعرف يعني ايه سوبر انفكشن، لسه هنعرفها تاني يعني يمكن هنتكلم عليها في الحلقه اللي جايه. سوبر انفكشن يعني كان في انفكشن وجي عليه حاجه فوقه فسموه سوبر انفكشن، سوبر يعني سوبر امبوزد فوق يعني ده سكند انفكشن، يعني انفكشن عدوى ثانويه من عدوى اوليه. يعني ايه بكل بساطه؟ بعض الناس يا جماعه لما بتبدا تستخدم مضادات حيويه خاصه البرود سبيكترم بتبدا تستخدمها لفتره طويله، يقول لك انا جالي اسهال او جالي قرح في الفم. الفكره ان انا عندي نورمال فلورا في الفم وفي الكولون. نورمال فلورا يعني مجموعه من البكتيريا والفطريات كده، وفي الفم ونورمال فلورا بيكون مجموعه من البكتيريا عامله توازن، يعني في بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه والكلام ده كلنا عارفينه، يعني عامله توازن كده. الانتي بايوتيك اللي انا هستخدمه البرود سبيكترم بيشتغل على مجموعه كبيره من البكتيريا، مش هيبدا بقى يقول لي ده دي بكتيريا نافعه ولا ده، يبدا يشتغل على البكتيريا كلها، فيبدا يعمل انعدام في التوازن ده، امبالانس في الفلورا. فتبدا مثلا على سبيل المثال في بكتيريا في الكولون اسمها كلوستريديوم ديفيسر، لما تبدا النمو بتاعها يحصل لها اوفر جروس نتيجه استخدام المضاد الحيوي والبرود سبيكترم ده، تبدا تعمل دايريا، بعمل دايريا ده اسمه سودو ممبرينس كلايتس. هنا بقى هيبدا يعمل لي ايه انفكشن تاني بقى، بسمي ده سوبر انفكشن، وده من ضمن السايد افكتس بتاعت المجموعات بتاعت البرود سبيكترم، بقول لك حصل سوبر انفكشن. ده مصطلح اسمه سوبر انفكشن لسه هنتكلم فيه مره اخرى. الانتي مايكروبيال ريزيستنس طبعا كارثه بتهدد البشريه. الناس اخترعت البنسلين سير الكسندر فليمنج، والبنسلين لما استخدموه في الحرب العالميه الثانيه كان بيستخدموه بقى طبعا عشان بيخرج بسرعه وكده وبيتكسر بسرعه، كان بيبقى عارفين البرطمانات الازاز الكبيره كان بيتعمل في برطمانات ازاز ويلا ودي الناس وكده، مضاد حيوي فتاك اي بكتيريا شغلت البنسلين اللي هو البنسلين جي اللي هو البنسلين العادي خالص. دلوقتي البنسلين العادي بيشتغل ايه؟ شويه بكتيريا بسيطه جدا، اعداد بسيطه جدا بيتم استخدامه فيها وخلاص. بكتيريا خلاص بقت بتقاومه. ايه اللي حصل؟ قال لك سوء استخدام المضادات الحيويه. يعني ايه سوء استخدام؟ يعني الدواء المضاد الحيوي استخدم عمال على بطال، المضاد الحيوي بيستخدم بكونسنتريشن اقل من الكونسنتريشن اللي بيعمل بكتيريسايدال او بكتيري ستاتيك على البكتيريا، بيستخدم بكورس قليل. الناس اللي في الصيدليات اللي بيبيعوا الجرعه بتاعه البرد اللي هو بكبسوله المضاد الحيوي او بيقص شريط المضاد الحيوي كبسولات، طبعا بص عشان المحتوى بتاعنا مش عايزين يعني الكلام ده معظمنا كلنا عارفينه وكلام كبير قوي وكلام كتير قوي، موضوع البكتيريا ريزيستنس واساءه استخدام المضادات الحيويه، ووزارات الصحه في العالم كله عاملين بروتوكولات لاساءه استخدام المضادات الحيويه، كلام كبير قوي، موضوع كبير قوي. عشان نلخصه
السلايد اللي قصادنا دي، انتي ميكروبيال ريزيستنس معناها ان الميكروب بقى عنده القدره انه يقاوم المضاد الحيوي ده. طب القدره دي جات له منين؟ قال لك ده زمان لما استخدموا المضاد الحيوي في السلاله البكتيريه دي ابتدت تعمل حاجه تقاوم بيها المضاد الحيوي. هنعرف الميكانيزم دلوقتي، هنعرف الميكانيزم بتاع الريزيستنس. طب الانتي ميكروبيال ريزيستنس ابتدت تغير من طريقه تعاملها مع المضاد الحيوي. المضاد الحيوي مثلا شغال على، مثلا احنا قلنا البنسلين شغال على الترانسبيبتيديز انزيم، وابتدى ان هو يكسر البكتيريو جلاكين. قال لك البكتيريا راحت مصنعه انزيم اسمه البيتا لاكتاميز انزيم، اللي قال لك البيتا لاكتاميز انزيم ده بيكسر البيتا لاكتام رينج بتاعت البنسلين. البنسلين ده يا جماعه لو جينا شفنا الشكل الكيميائي بتاعه في بيتا لاكتام رينج، هي دي المسؤوله على الفعاليه بتاعته. قال لك البكتيريا صنعت انزيم تكسر الرنج دي، في رابطه كده في الرنج تكسرها، فالرنج دي تبوظ، فالبنسلين ما يبقاش ملوش اي لازمه، ما يروحش للبايندنج سايت بتاع البنسلين بايندنج بروتين، ما يشتغلش على البايندنج سايت بتاع ترانسبيبتيديز انزيم، ما يشتغلش. قال لك ملوش اي لازمه. دي فكره من الفكر، البكتيريا ابتدت تصنع انزيم يبطل مفعول الدواء. ايه ده بقى؟ فالانسان احنا كبشريه والعلماء بتوعنا ابتدوا يخترعوا انزيمز تبدا ان هي تقاوم الانزيم بتاع البكتيريا ده اللي هو البيتا لاكتاميز انهبيتور، اللي هي زي الكلافيرونيك اسيد. ابتدينا نصنعه ونعمله كومبينيشن مع الامبسيلين والاموكسيسيلين، والصراع ما بيننا وما بين البكتيريا. احنا عايزين نعيش، احنا كائنات بشريه عايزين نعيش وبنحافظ على حياتنا. البكتيريا كائنات دقيقه عايزه تعيش برضه. ما هو معلش يعني ما تبقاش انت عايز تعيش والناس التانية مش عايزة تعيش، يبقى البكتيريا الدقيقة دي عايزة تعيش برضه وتتكاثر، يهمها ان هي تعيش. فهي انت عملت تعمل ديفلوبمنت، وعندك الكائنات البشرية المتخلفة اللي عمال تسيء استخدام المضادات الحيوية بتعطلك، والبكتيريا عمالة تعمل ديفلوبمنت لنفسها وتطور من نفسها وتقاوم اللي انت. فانت كل ما تكتشف مضاد حيوي البكتيريا تلاقيها اكتشفت مقاومة جديدة للمضاد الحيوي. انت من هنا شغال وانت من هنا شغال، وفي صراع ازلي كل واحد مننا بيحافظ على حياته وعايز يعيش. ده بالنسبة للفكرة عامة على الانتي ميكروبيال ريزيستنس. طبعا يا جماعة الموضوع خطر جدا، بيهدد البشرية، وده اكبر تهديد للبشرية. يمكن هسيبكم دلوقتي يعني شوية كده هسيبكم مع شوية صور حقيقية لمعامل اتعمل مزرعة، سواء كان مزرعة بول او مزرعة في الدم، اتعملت لناس ابتدوا يستخدموا معاها مضادات حيوية مفيش نتيجة. يلا روح اعمل مزرعة، النتيجة صادمة ان في سترينز من البكتيريا مقاومة لمضادات حيوية عديدة جدا. يمكن هنعرض عليكم دلوقتي الصور بتاعة التحاليل دي او المزرعة دي، هنعرضها طبعا هتتصدموا. وعايز افهمك حاجة، ان البكتيريا مش معناها ان هي مقاومة ان هي قوية، دي مش بتطلق على قوة البكتيريا، معناها ان البكتيريا ايبيديميك في المكان ده. مثلا في الحضانات، مثلا الحضانات بتاعة الاطفال، في بكتيريا هي الكليبسيلا نيومونيا. الكليبسيلا نيومونيا في الحضانة دي من كتر الدكاترة ما بيستخدموا مضادات حيوية، طبعا اساسي في الحضانة ان اي يعني الخطر الحقيقي في الحضانة هو الانفكشن، فبالتالي لازم يستخدموا مضادات حيوية حتى لو مفيش انفكشن، لازم يستخدموا مضادات حيوية برود سبيكترم. فبتلاقي البكتيريا على طول، طول ما هي قاعدة في الحضانة على طول واخدة مضادات من هنا مضادات حيوية من هنا، فابتدت تقاوم المضادات الحيوية دي. ده مش معناه ان البكتيريا دي قويه، معناها ان هي دخل عليها البيانات بتاعه المضادات الحيويه وابتدت تقاومها. يعني ممكن دوكسي سايكلين او حاجه ضعيفه جدا تقتلها عادي جدا، عشان بس تبقى فاهم ان مش معناها ان هي مقاومه معناها ان هي قويه، لا، معناها ان هي مقاومه ان هي بقى لها السترينز دي من البكتيريا العيله دي، بقى لها سنين بتستخدم مضادات حيويه بتدخل ويعني بتتسيستم عليها او بتاخد الشفره بتاعه المضادات الحيويه دي كلها. مش معناها ان هي معناها ان البيانات بتاعتها في المضادات الحيويه ابتدت تعمل ريزيستنس للمضادات الحيويه دي كلها. ممكن تجيب مضاد حيوي ضعيف جدا ولكن ما دخلش على الهيستوري بتاع البكتيريا دي يقتلها، عشان بس افهمك الفكره. فابتدى يحصل فيه ان نشوف ان سترينز من البكتيريا دي مقاومه لمضادات حيويه عاديه جدا. معنى كده ان السترينز دي لو انتشرت بين الناس هنعالجها ازاي؟ مش عارف نعالجها. يبقى دي اخطر حاجه بتحصل. طب احنا كبشريه بنستوعب الكلام ده؟ وزي ما قال سعد زغلول، مفيش فايده. مهما نتكلم ومهما نحذر ومهما نقول مفيش فايده. هسيبكم مع شويه الصور دول تشوفوها وتعملوا بوز على الصوره وتركزوا كده، شوفوا الريزيستنس عامله ازاي في المضادات الحيويه، وهتعرفوا بعد كده المضادات الحيويه دي قد ايه هي قويه وبتشتغل على نوع انواع كتيره جدا من البكتيريا.
طيب ايه هو الميكانيزم اوف بكتيريال ريزيستنس؟ بصراحه كان في فيديو انيميشن كده بس انا كنت حاطه في الموسم اللي فات واتعمل لي فيه كده اشعارات من اليوتيوب ان ده حقوق ملكيه وان انا ما ينفعش احطه واتمسح وكده، فخلينا ان احنا نشرح الموضوع بسيط، وممكن تكتب على اليوتيوب، حاول ان انت تكمل الحلقه يعني ما تبقاش مقتصر تسمع فرق، ما تخش على جوجل، خش على اليوتيوب اكتب بكتيريال ريزيستنس، اكتب حاول تسمع وتشوف يعني طور من نفسك يعني. انت المفروض دلوقتي معانا في الحلقه 78، المفروض ان احنا هدفنا في فارما تيوب ان انت يبقى عندك سيلف ستادي، المفروض السيلف ستادي ده انت حصلت عليه من زمان يعني. فبالتالي طب نقول البكتيريا ازاي البكتيريا بتقاوم؟ هندي اشهر اربع حاجات البكتيريا بتقاوم. اول حاجه ان هي تعمل انزيماتيك ان اكتيفيشن، ودي المثال اللي قلنا عليه ان البيتا لاكتاميز انزيم اللي هو بنسلينيز انزيم دي البكتيريا ابتدت تصنعه عشان تقاوم او تعمل ان اكتيفيت للبنسلين عن طريق ان هي بتعمل هيدروليسيس للبيتا لاكتام رينج. يعني البنسلين في بيتا لاكتام رينج البكتيريا ابتدت تصنع بيتا لاكتاميز انزيم او بنسلينيز انزيم وتكسره، فبالتالي البنسلين ما بقاش ليه لازمه، ده عن طريق الانزيماتيك ان اكتيفيشن. المضاد الحيوي بيدخل داخل البكتيريا عن طريق قناه بروتينيه اسمها بورين فاتحه كده قناه بروتينيه، المضاد الحيوي بيدخل عن طريق القناه دي، بيدخل عن طريق القناه. قال لك البكتيريا ابتدت عن طريق الدي ان ايه ابتدت تدخل شفره كده وتصنع بورين مختلف، ابتدى ان هو ما يدخلش ويمنع دخول الانتي بيوتيك، يبقى الامبرميبلتي بتاعه الانتي بيوتيك. يبقى دلوقتي البكتيريا ابتدت تصنع بوابات المضاد الحيوي ما بقاش يعرف يدخلها. طيب حاجه كمان قال لك البكتيريا في عندها بامب برضو بوابات اسمها الافلكس بامب. الافلكس بامب دي بامب بتطرد حاجات، قال لك البكتيريا ابتدت تصنع عن طريق الدي ان ايه، بص يا جماعه اي حاجه بروتين الدي ان ايه اللي بيعملها، فابتدت تصنع عن طريق الدي ان ايه بتاعها بامب بقت بتطرد المضادات الحيويه، تخيل المضاد الحيوي يدخل من البورن اطلع يا كلب بره. تمام؟ فبالتالي ايه ده؟ ايه الفجر اللي انت فيه دي؟ فبالتالي البكتيريا عمال تقاوم واحنا نخترع مضادات جديده وهي تقاوم. طب ميوتيشن، الميوتيشن ده شامل حاجات كتير قوي. ان مثلا مضاد حيوي راح يشتغل على الدي ان ايه مكان معين في الدي ان ايه او انزيم معين في الدي ان ايه بتاع البكتيريا عشان يمنع تصنيع الدي ان ايه. قال لك لا ده انا انت شغال على الانزيم ده هغير لك شويه من التارجت انزيم ده، هغير لك ان انت ما تروحش للتارجت انزيم ده، او ان انا اغير من التارجت سايت ان انا اخلي التارجت سايت بتاعي مختلف، او ان انا ازود تصنيع التارجت سايت. يعني انت لو بتشتغل على الانزيم ده انت مثلا كمضاد حيوي بتاخده تركيز معين فيشتغل لك مثلا على مجموعه من الانزيمز، قال لك ده انا هصنع انزيمز كتير جدا بحيث ان انت لو اشتغلت على الباقي فانا يبقى عندي احتياطي يشتغل بيه، خلاص يبقى انا اوفر برودكشن بالتارجت سايت او ميتابلايت. فبالتالي يا جماعه احنا بنتكلم مع ناس بتفكر زينا، ما تفتكرش ان انت بس اللي عايز تعيش، لا في كائنات ثانيه عايزه تعيش. انصحك ان انت تسمع الانيميشن بتاع البكتيريا ريزيستنس، ولو ما سمعتوش احنا معانا هنا صوره ممكن توضح الكلام ده. زي ما اتفقنا ان انا دلوقتي عندي البورين هنا، البورين الفاتحه المفروض ان المضاد الحيوي يدخل منها، قال لك لا ده احنا قفلنا البوابه اتقفلت، معلش بقى اتفضل بره ويطلع بره. قال لك ايه ده دي الافلكس بامب، قال لك المضاد الحيوي دخل اهو، لا يا حبيبي اطلع يا كلب بره، فطلع بره. قال لك ايه ده انت بتشتغل على الانزيم ده، لا ده احنا بقى نخترع انزيم يعمل لك ان اكتيفيشن. تمام؟ ايه ده انت بتشتغل على التارجت سايت ده احنا نعمل ونغير من التارجت سايت. دي كلها افكار، اشهر الافكار بتاعه البكتيريال ريزيستنس. نيجي بقى يا جماعه ننهي حلقتنا ان احنا نعمل انتيبيوتيك كلاسيفيكيشنز علشان نشتغل باول كلاس معانا من الحلقه اللي جايه. طيب تعالى بقى بعد ما احنا قعدنا نخطف من كل حته كده معلومه معلومه معلومه، عايزين بقى ندرس بقى. لما نيجي ندرس الانتيبيوتكس بتعمل لها كلاسيفيكيشنز كتيره طبعا على حسب بقى السورس بتاعها، في حاجات ناتشرال زي البنسلين، حاجات سيمي سينثيتك زي الامبيسلين، حاجات سينثيتك. فبالتالي احنا مش عايزين نعمل الكلاس ده، مش الكلاسيفيكيشن ده مش هيفيدنا. قال لك طب ما تيجي نعمل كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الكيميكال ستراكشر. ايه يا عم هي كيمياء صيدليه؟ ده فارما. لا يبقى اكوردنج تو الميكانيزم اوف اكشن، ده افضل تقسيمه للانتيبيوتكس. انا دلوقتي بعمل انتيبيوتيك كلاسيفيكيشنز اكوردنج تو ميكانيزم اوف اكشن. قال لك طيب في حاجات شغاله على السيل وول سينثيسيس او ريبير، يمكن الافضل ان انا اقول او ريبير، الحاجات دي هندرسها ان شاء الله بدايه من الحلقه اللي جايه. قال لك في حاجات بتشتغل على البروتين سينثيسيس اللي هي الحاجات دي. تمام؟ طيب احنا عندنا الريبوزوم بتاع الايوكاريوتيك بتاعتنا
زي البروكاريوتيك بتاعت البكتيريا؟ قال لك لا، قال لك الريبوزوم بتاعنا اكبر، اللي هو 80 اس، دي 70 اس. 80 اس يعني ايه؟ يعني احنا عندنا اللارج سب يونت 60 والسمول 40، هنا اللارج سب يونت 50 والسمول 30، يبقى انا ده مختلف. يبقى البكتيريا لا، يبقى المضادات الحيويه اللي هتشتغل على الريبوزوم هتشتغل على بتاع البكتيريا بس مش بتاعنا، لان احنا في اختلاف. دي حاجات شغاله على السب يونت بتعمل انهبت للسب يونت الكبيره، حاجات بتعمل انهبت للسب يونت. احنا عندنا السب يونت الكبيره ايه 60 اس والصغيره 40 اس، اما البكتيريا 50 30 اس. قال لك في حاجات شغاله على الدي ان ايه، انزيمز كده موجوده في الدي ان ايه، وحاجات شغاله على الميتابلايت بتاعها زي الصلفه وكده، في يعني شغاله كده، وفي حاجات شغاله على السيل ممبرين، في حاجات شغاله دي الحاجات شغاله على السيل ممبرين. انا عندي سيل وول، ادويه شغاله، ادويه مضادات حيويه شغاله عليه تعمل انهبت ليه، حاجات شغاله على السيل ممبرين، حاجات شغاله على البروتين سينثيز، حاجات شغاله على النيوكليك اسيد او الدي ان ايه، حاجات شغاله على كانتي ميتابلايت. نلخص الكلام ده في الخمسه كلاسز دول، ودول بدايه من حلقتنا اللي جايه ان شاء الله. هنبدا باول واحده، agents that inhibit cell wall synthesis or repair. يبقى انا لو كتبت synthesis بس كده وقفت، يبقى انا بتاع بطيخ مش بتاع فرد. يبقى or repair ليه؟ لان انا في عمليه صيانه بتتم في البكتيريوجلايكان رايحه جايه على طول، يبقى انا بمنع الصيانه دي. اعتقد ان احنا شرحنا الكلام ده يعني في الانترودكشن من شويه. رقم اثنين، agents that disruption، بتعمل disruption في السيل ممبرين فانكشنز. agents that inhibit protein synthesis. agents that inhibit nucleic acid synthesis DNA. agents that act as anti metabolite. خمسه كلاسز، احفظهم كويس قوي. هنبدا واحد واحد، نمشي كده في حلقاتنا، واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس، ونخلص الانتيبيوتكس ان شاء الله. يبقى شابتر جميل قوي ونحاول نفهم. ممكن تتوقف مع السلايد دي في كده ديسكفري تايم لاين عن طريق اول اكتشاف، اكتشاف سنه 1929 او يوم الجمعه كان في سنه 28، تقول نقول سنه 1929 اكتشاف البنسلين بيتا لاكتاميز، عيله البيتا لاكتاميز. البنسلين ده الكيميكال ستراكشر اللي بيقتل البكتيريا دي، البيتا لاكتام رينج، ودي الاكزامبلز للعيله دي، ودي الموتيف اكشن. بعدها بشويه اكتشفوا الصلفه، وقلنا اول دواء صلفه اكتشفوه، وبعدين في بعد 1940 بعدها بشويه امينو جلايكوسايدز، وبعدين قبل 1950 بشويه اكتشفوا تترا سايكلينز. دي العائلات اللي احنا هنشرحها، دي العائلات اللي احنا هنشرحها. يعني صوره جميله بصراحه، جميله جدا، فيها الكيميكال ستراكشر. مش مهم قوي انك تعرفه، بس تعرف قد ايه الاختلاف. وفي اللون ده بيبقى اللي هي الاكتيف جروب او الحاجه اللي بتشتغل على البكتيريا، يبقى الملونه من جوه دي الحاجه اللي بتشتغل على البكتيريا. يبقى الحاجات اللي دي ممكن تختلف وتعمل لي المجموعه الدويه دي، الحاجات دي تختلف، يعني دي الاستراكشر بتاع السلفر اسيس. الحاجات اللي دي لو اختلفت تعمل مركبات اخرى في العين، تمام. دي الماكرولايتس، الاوكسيزولودينونز، الاوكسيزولودينونز دي اكتشفوها قبل 1990، وبعد دي يعني دي الهيستوري بتاعت الديسكفري بتاعت. طبعا مش هتحفظ الكلام ده ولا حاجه، لكن ممكن تبقى صوره كده يعني تشوف الدنيا مشيت ازاي في الانتي بايوتكس، التطوير اللي احنا بنعمله كبشريه بيتعمل ازاي. وان شاء الله يا جماعه بدايه من الحلقه اللي جايه مشينا مع بعض طريق كده، من بدايه من الهيستوري مشينا مع بعض الطريق ده كده، وعرفنا مقدمه بسيطه كده عن الانتي ميكروبيال ايجنتس. ان شاء الله بدايه من الحلقه اللي جايه هي تبقى الحلقه الاساسيه معانا، ونتمنى ان الحلقه بتاعت النهارده هتفيدنا ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجايه. حابب اقدم لكم هديه بمناسبه جزء الانتي ميكروبيال ايجنتس. يعني كنت متعود في الكليه ان انا بكتب ورق وبنزله في الكليه، ففي من ضمن الحاجات اللي كتبتها في ورق كده للباراسيتولوجي، لان احنا هنتكلم على الانتي بارازيتيك ايجنتس في الانتي ميكروبيال، في حاجات للانتي بارازيتيك. فبالتالي الورق ده هيفيدك كعلم باراسيتولوجي، ان انت ممكن يبقى ملفات كده، ملفين بي دي اف انا كتبتهم انا وزميلي احمد يسري اللي هو الازهري، زميلي طبعا في الكليه، واشتغلنا مع بعض كتير في حكايه الورق دي. فاحنا الاثنين كاتبين مع بعض الباراسيتولوجي. في حاجه ثانيه انا كاتبها في البكتيريولوجي، علم البكتيريولوجي، احنا يعني عامل كده جداول ملخص فيها العلم ده. الملفين دول حابب ان انا اديهم هديه للناس طبعا المتابعين، وهيبقى متوفر لينك تحميل للملفين دول في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. ما تنسوش يا جماعه الناس تعمل لنا سبسكرايب للقناه بتاعتنا كدعم منكم
لقناة فارماتيوب محتاجين الدعم ده طبعا، لان احنا شغالين وانتوا اللي بتدعمونا، فبالتالي لو مفيش دعم احنا مش هنشتغل، لو مش شايفين دعم منكم فاحنا مش هنقدر ان احنا نكمل ونشتغل. فحسسونا كده بالدعم ووقفكم جنبنا، ما تنسوش اللايكس اللي على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايكس على الفيديو طالما استفدت بالمعلومة دي، ما ت... يعني حاول ان انت تعمل لنا لايك على الفيديو، اللايك ده بيفيدنا ويدعم القناة. لو جالنا اشعار او اي حاجة ان احنا في فيديو عملنا مثلا انيميشن او حاجة، الحاجات دي بتأثر على القناة وممكن القناة تتقفل وربنا يسترها يا رب. فبالتالي ادعمونا بسبسكرايب، ادعمونا باللايكس بتاعتنا، شيروا الفيديوهات بتاعتنا، حاولوا تفيدوا غيركم. يعني هتاخد حسنات طبعا انك تشير فيديو زي ده وواحد زميلك يسمعه فيسمع المعلومات دي فيستفاد منها، فده طبعا حسنات انت بتاخدها. فبالتالي شارك معانا الجزء ده. وفارماتيوب مبنيه في الاول وفي الاساس على ان انا بستفاد معلومات، بحاول ان انا انقلها لك بصوره كويسه، فانت ممكن تنقلها لغيرك بصوره كويسه، وبالتالي هنبقى جيل كلنا مع بعض يبقى عندنا المعلومات دي كلها وعلى طول بنفيد بعض. وكمان احنا عاملين فارما جايد ديفلوبرز كجروب على الفيسبوك بنتجمع فيه كلنا، واي جديد ساعات بكتبه كبوست مش لازم اسجله فيديو، وان شاء الله يا رب نكمل الموسم ده على خير. حابب ان انا اشكركم، وبعد انقطاع حوالي شهور يعني انقطعت عن التسجيل، فده اول فيديو اسجله، ففي عندي فرحة كده شوية. يا رب يا رب يبقى النفسية كده على طول مظبوطة معايا بحيث ان انا اكمل الموسم ده على خير. اشوفكم في حلقة جديدة مع موسم قوي جدا وشابتر قوي جدا، وان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم فيها عن اول حلقاتنا في الانتيبيوتكس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.